ماشي. عندنا يا جماعة الـ EC2، البيزكس اللي عندي، التوبكس اللي عندي. أنا عندي أول حاجة التوبك اللي اسمه CCRT. إيه هو CCRT؟ أول توبك عندي اسمه الكومبلكس كونجكت روت سيري. كومبلكس كونجكت روت سيري ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو عندي روت، وكلمة روت هي هي سوليوشن، هي هي إكس انترسبتس، هي هي زيروز. جميل كده يا جماعة؟ يعني روت هي هي اكس انترسبت، هي هي سوليوشنز، هي هي زيروز. خلاص. طيب لو عندي روت او سوليوشن او اكس انترسبت او زيرو على شكل كومبلكس نمبر، والكومبلكس نمبر هي فورم واحد اللي عندي اللي هو اي بلس بي اي. فلو عندي واحد على شكل كومبلكس نمبر، اوتوماتيك اقدر اتوقع التاني هيبقى ايه. ازاي؟ هيبقى الكونجوجيت بتاعه يا جماعه. يعني ايه؟ يعني لو واحد a بلس b i، التاني هيبقى a ماينس b i. طب والكلام ده بستفاد منه بايه يعني؟ لما يجي يقول لي مثلا ان انا عندي equation، يقول لي f of x مثلا يعني equal x power 2 plus bx plus 8. طب وبعدين يقول لي has roots at، جميل، نخلي دي x power 3 اهو، لا x power 2 دي، ماشي. طيب has roots at 4 و2 plus i، then the value of b، عايز الفاليو بتاع b. ها هبتدي ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ هبتدي ان اقول له انت قلت لي الروتس، يقول لي اه. اقول له انت اديتني انهي روت؟ هيقول لي اديني ال4 واديني 2 plus i، يعني في روت على شكل كونجكت، على شكل كومبلكس نمبر. هيقول لي ايوه. هقول له يبقى الروت الثالث انا اقدر اتوقعه. على يعني فكره السؤال ده يعني مش صح الجبريكالي، بس انا بقول لكم الفكره نفسها. طيب 4 و2 بلس اي، يبقى الروت الثالث اقدر اتوقعه؟ اقدر. ازاي؟ طالما في واحد على شكل كومبلكس نمبر، يبقى الكونجكت بتاعه هو كمان روت. يبقى انا اصبح معايا كام روت كده؟ ثلاثه، صح ولا لا؟ فببتدي ان انا اقول له انا هعمل فيها كاني بجيب الصم. طب ليه؟ عشان استخدم البي. طب واستخدم البي اعمل بيها، اعمل فيها كاني بجيب الصم عشان استخدم البي، عشان هي دي اللي هو عايزها مني. طب هو الصم بيساوي ايه؟ بيساوي نيجاتيف بي اوفر اي. طب والاي بكام؟ الاي هو الكوفيشنت بتاع الاكس باور 20 ب 1، يعني الصم بيساوي نيجاتيف بي اوفر اي اللي هو نيجاتيف بي اوفر 1 اللي هو نيجاتيف بي. ده الصم. اللي هو مين الصم؟ اللي هو الصم اوف سوليوشنز. طب السوليوشن دي اللي هي فين؟ اللي هي الروتس. طب هما مين هما؟ ال 4 وال 2 بلس اي وال 2 ماينس اي. يلا نجمعهم 4 و2 بلس اي و2 ماينس اي، بلس اي وماينس اي راحوا مع بعض 2 2 4 4 و4 8. لما نيجاتيف بي ايكوال 8 تبقى البي بكام؟ بنيجاتيف 8. وشكرا على كده، يبقى انا قدرت اطلع الانسر. خلاص يا جماعه؟ مفهوم يا جماعه؟ لما اجي مثلا اقول لك، لما اجي مثلا اقول لك عندي P of x، if P of x equal 4x power 3 plus 8x power 2 plus، جميل، plus 6x power 6x plus c. ويجي يسأل يقول لي إن ده عنده روتس، عند الروتس بتاعته has roots at 5 و3 plus i. يقول لي عايز ال value of c. أقول له إيه ده؟ اقول له انت عايز الفاليو بتاع سي ومديني الروتس اللي هي السوليوشنز. يقول لي اه. طب الروتس اللي انت مدالي ايه يا عم؟ قال لي ال5 وال3 بلس اي، يعني في واحد على شكل كومبلكس، يعني الكونجكت بتاعه هو كمان روت. يعني ايه الكونجكت بتاعه؟ يعني 3 ماينس اي هو كمان روت. طب جميل لحد كده. انا دلوقتي بقى عايز اعمل فيها كاني بجيب مش الصم بقى، البرودكت. طب ليه يا عم؟ مش معنى البرودكت، علشان السي مش هستخدمها غير وانا بجيب البرودكت. طب البرودكت هنا بيساوي ايه؟ اوعى حد يقول لي سي اوفر اي، لان انا عندي اعلى باور هنا رقم اود الليدنج كوفيشنت دي، جميل، هستخدمها، بس هقول نيجاتيف سي اوفر اي مش سي اوفر اي. طب ليه؟ لان اعلى باور عندي رقم اود مش ايفن. فبدل ما البرودكت بتاعي لما يبقى اعلى باور عندي في الايكويشن، بدل ما البرودكت بتاعي يبقى سي اوفر اي، بيبقى نيجاتيف سي اوفر اي. ايزي جدا. فانا دلوقتي البرودكت بتاعي عباره عن نيجاتيف سي اوفر الاي، الاي ده اللي هو الليدنج كوفيشنت اللي هو 4. نيجاتيف سي اوفر 4 بيساوي البرودكت بتاعهم.
طب دول البرودكت بتاعهم بكام؟ 5 تايمز 3 بلس اي تايمز 3 ماينس اي. اعملوا دول تايمز بعض الاول، 3 بلس اي في 3 ماينس اي دول كونجوجيتس، فعامل فيرست تايمز فيرست وسكند تايمز سكند بس، فتبقى 9 ماينس اي ماينس اي باور 2 اللي هي 9 بلس 1، لان 9 ماينس اي باور 2 يا جماعه اي باور 2 ده عباره عن نيجاتيف 1. 9 ماينس ماينس 1 يعني 9 بلس 1 ب 10، 10 تايمز 5 ب 50، يبقى نيجاتيف سي اوفر 4 ايكوال 50. ودي ده نكبه تايمز، فتبقى نيجاتيف سي ايكوال 200. لما النيجاتيف سي ب 200 تبقى سي بكام؟ بنيجاتيف 200 وشكرا. وهكذا. السؤال اللي جه في الامتحان قبل كده قال لك ايه؟ قال لك if two roots if two roots of the equation y power 3 plus a y power 2 plus b y plus c equal 0 or 1 و 2 minus 8 i then find the value of a. عايز الفاليو بتاع ايه؟ اعمل معاه ايه ده؟ هقول له انت والله اديتني تو روتس واحد فيهم على شكل كومبلكس نمبر، يبقى الكونجوجيت بتاعه هو كمان روت. يعني ايه الكونجوجيت بتاع ده؟ يعني 2 بلس اه 8 اي هو كمان روت، فانا 3 روتس عندي اهم. انت عايز الفاليو بتاع اي اللي هو ده، يبقى هعمل فيها كاني بجيب الصم. ليه؟ الصم بيساوي نيجاتيف بي اوفر اي. هنا البي بكام؟ البي هو الكوفيشنت بتاع تاني اعلى باور، ماليش دعوه بقى ان هو مسمولي ايه، هو بيلخبطني. سميه A سميه C سميه D، انا عارف ان هو B في الاخر. جميل، انا عارف ان هو الكوفيشنت بتاع تاني اعلى باور، فاقول له نيجاتيف الكوفيشنت بتاع تاني اعلى باور اللي هو نيجاتيف A هنا اوفر الكوفيشنت بتاع اعلى باور اللي هو 1. نيجاتيف A اوفر 1 يعني نيجاتيف A، بيساوي الصم. الصم ده اللي هو مين ومين بلس مين بلس مين؟ 1 بلس 2 ماينس 8 اي بلس 2 بلس 8 اي. اللي انت مش واخد بالك منه ان الماينس 8 اي والبلس 8 اي وانت بتجمع هيطيروا مع بعض، فتبقى 2 بلس 2 بلس 1 يعني 5. لما نيجاتيف A ايكوال 5 تبقى الـ A بكام؟ بنيجاتيف 5 وشكرا على كده. ده بالنسبه لاول توبيك عندي واللي بنسميه كومبلكس كونجوجيت روت سيريز. هنيجي لتاني توبيك عندي، تاني توبيك عندي واللي بنسميه هاو تو فايند ذا سمولر انجل بتوين تو لاينز. يعني لما اديك تو لاينز، لما اديك الايكويشنز بتاع تو لاينز واقول لي انا عايز الانجل بتوين ذم، هتقول لي انت ايه اللي انت بتقوله ده انجل بتوين تو لاينز؟ اقول لك اه. هيقول لي هو في انجل واحده؟ اقول لك لا، في اكتر من انجل، انت عايز انهي بقى؟ عشان كده انا وضحتها لك، رحت قايل لك هاو تو فايند ذا سمولر انجل بتوين تو لاينز. طب هتقول لي برضو انهي واحده السمولر؟ معلش، ما انا عندي ادي انجل ودي انجل، دي كبيره مثلا. هقول لك ما هي دي هي فيرتيكال اوبس انجل اللي في وشها، ودي هي فيرتيكال اوبس انجل ايكوال اللي في وشها، فمش فارقه بقى. فانا بقول لك السمولر انجل يبقى اقصد واحده من دول، يا دي يا دي. طب نجيبها ازاي برضو؟ قال لي الايكويشن بتاعتي عامله كده، تان الانجل ايكوال ابسوليوت ام 1 ماينس ام 2 اوفر 1 بلس ام 1 باي ام 2. ايه يا عم الامات دي كلها؟ السلوبس والله بتاعت اللاينز ما فيهاش اي حاجه يا جماعه. يبقى تان الانجل اللي انا بدور عليها بتساوي، تعالى نكتبها بخط اهو، بيساوي ام 1، اكتبها بخط كده اوضح بس عشان حاسس ان انا لخبطت الدنيا. يلا، بيساوي ام 1 ماينس ام 2 ابسوليوت اهم حاجه، ام 1 ماينس ام 2 اوفر 1 بلس ام 1 تايمز ام 2. طب ايه الامات دي؟ السلوبس بتاعت اللاينز. طيب هيجي مثلا يجيبها لي ازاي؟ يقول لي لو انا عندي لاين ال1 الايكويشن بتاعته، ال1 ده الايكويشن بتاعته y equal 3x plus 5، عامل انترسكشن مع ال2 اللي هو الايكويشن بتاعته 4x plus 2y equal 8، فعايز الانجل بتوين ذم او عايز السمولر انجل بتوين ذم، فلازم يطلع m1 اللي هو السلوب بتاع اول لاين. انا عارف الاوفر سينكينج هيجي يقول لك ام 1 ده اني، يعني انت اعتبرت مين ام 1؟ اقول لك ما تزعلش نفسك، اي حاجه اي حاجه ما تتضايقش، هي هي ماشي. فما اقول لك هنا ام 1 هيبقى مين لو انا اعتبرت ان ده ام 1؟ ام 1 يبقى ب 3. ام 2 طيب، طبعا الايكويشن اللي تحت مكتوبه على الشكل بتاع اكس بلس بي واي ايكوال سي، فاقول نيجاتيف اي اوفر بي يعني نيجاتيف 4 اوفر 2 نيجاتيف 2، فانا ام 2 بنيجاتيف 2 وام 1 ب 3. شكرا على كده، يلا بينا نعوض بيهم في الايكويشن. خلاص هقول M1 absolute M1 اللي هو 3 minus M2 اللي هو negative 2 over 1 plus M1 اللي هو ب 3 times M2 اللي هو ب negative 2. كل ده في الابسوليوت، بس تخلي بالك من حاجة ان كل ده بيطلع لك تان الانجل.
يعني انت لما تعمل القصه دي هيطلع لك في الاخر ابسوليوت نيجاتيف 1 اللي هي ب1. اوعى تروح تختار الانجل ب1. انا كل اللي انا عملته ده انا طلعت تان الانجل اللي بدور عليها ب1. طب لما انا طلعت تان الانجل ب1 وانا عايز الانجل، يبقى اجيب الانجل ازاي؟ هقول شيفت تان ال1 فيديني الانجل، هقول شيفت تان 1 هيديني 45 ديجريز. طب طلعت دي ب 45 ديجريز، تبقى اللي في وشها برضه اوبزيت فيرتيكال اوبزيت انجل 45 ديجريز. طب لو عايز اللارجر انجل هقول له دي كلهم ب 180. لما دي ب 45 تبقى دي بكام؟ ب 135. وشكرا عليكم. ايزي ولا في مشكله؟ ايزي ولا في مشكله في ده؟ خلاص. يبقى انا دلوقتي يا جماعه اداني اي تو لاينز، اداني اي تو ايكويشنز، واي ايكوال اكس بلس 4 والتاني واي ايكوال 3x minus 8 وعايز الانجل between them. هقول له tan الانجل equals absolute m1 minus m2 over 1 plus m1 by m2. m1 ب1 و m2 ب3. هقول له absolute 1 minus 3 على 1 plus 3 by 1. جميل. هيديني 1 minus 3 اللي هي negative 2 فوق over 3 باي 1 ب 3 و 1 4 نيجاتيف 2 اوفر 4 اللي هي نيجاتيف هاف في الابسوليوت هيديني هاف. يبقى تان الانجل طلع بهاف، فاقول له شيفت تان الهاف اطلع الانجل. مش اختراع، والحكايه حافظ بس الايه؟ الايكويشن. ده بالنسبه لتاني توبيك عندي. تالت توبيك عندي البربنديكولار ديستانس بتوين ا بوينت اند ايه؟ اند ا ستريت لاين. البربنديكولار ديستانس بتوين ا بوينت اند ايه؟ and a straight line. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا يا جماعه لو عندي بوينت وعندي ستريت لاين وعايز اجيب الديستانس بتوين ذم، طب اي ديستانس؟ قال لك لا انا عايز البربنديكولار ديستانس، يعني لازم ابقى نازل بربنديكولار. يعني ايه؟ ما توضح لنا اكتر. يعني انا مثلا يا جماعه عندي بوينت، البوينت دي مثلا باكس وواي، وعندي لاين، اللاين ده الايكويشن بتاعته ax بلس by بلس سي ايكوال زيرو. لازم تخلي الايكويشن بتاعت اللاين كده، لازم تفتكر الجزئيه دي. ان هو مثلا لو اداك الايكويشن بتاعت اللاين مثلا 3x بلس 4y ايكوال 8، فانت لا ما ينفعش، دخلي دي جوه بس الاول، فتبقى 3x بلس 4y ماينس 8 ايكوال زيرو. كده انت عدلت الايكويشن، تبتدي تطلع ال a وتطلع ال b وتطلع ال c و x1 و x2 تطلعهم برضو. طب وبعدين عندك رول. طب انت الرول ده بتجيبه عشان تجيب ايه؟ تجيب البربنديكولار ديستانس بتوين البوينت دي والستريت لاين. يعني ما تنزلش كده، مش الديستانس دي ولا دي، لا الديستانس البربنديكولار اللي هي نازله بربنديكولار عامله انجل 90 مع اللاين. طب اجيبها ازاي الديستانس دي؟ قال لك عندي برضو رول. طب الرول بيقول ايه؟ قال لك ابسوليوت a x1 بلس b y1 بلس c اوفر روت a سكوير بلس b سكوير. طيب ما تدينا اكزامبل كده. هقول لك اكزامبل بسيط جدا اهو. لو انت عندك هنا بيقول لي عايز البربنديكولار ديستانس بتوين اللاين ده. نعم. في واحد في الويتنج. ماشي. عايز البربنديكولار ديستانس بتوين اللاين ده اللي هو 6x minus 8y equals 5 وال point دي 3 و negative 4. فانا عايز ال perpendicular distance between اللاين ده وال point دي. يعني انا عندي line وعندي point وعايز ال perpendicular distance من ده على ده، اعمل ايه؟ طيب هنا لازم احول اللاين ده على شكل ax plus by plus c equals 0. يعني هندخل دي جوه بالايه؟ بالنيجاتيف. فيبقى اللاين ده الايكويشن بتاعته كده 6x minus 8y minus 5 equal 0 والبوينت دي 3 ونيجاتيف 4. طب انا اعمل ايه تاني؟ قال لك طلع لي الاي والبي والسي والاكس والواي. الاي هو الكوفيشنت بتاع الاكس بكام؟ ب 6. البي هو الكوفيشنت بتاع الواي بكام؟ بنيجاتيف 8. السي هو الرقم الكونستنت بنيجاتيف 5. طلعت الاي والبي والسي، معلش طلع لي الاكس والواي كمان. الاكس والواي دول بيبقوا هم بتوع البوينت اللي هي الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 4. طب انا كده طلعت كل حاجه، احفظ لي بقى اخر حاجه، احفظ لي الايكويشن. الرول بيقول ايه؟
الرول بيقول ان هي عندي a x1 absolute، عندي absolute a x1 plus b y1 plus c over root a square plus b square. يلا نعوض، فأقول root absolute أظن آسف a اللي هو ب 6 x1 اللي هو ب 3 plus b اللي هو ب negative 8 في y1 اللي هو ب negative 4 plus c اللي هو ب negative 5، كل ده في absolute over root a square يعني 6 square plus b square اللي هو negative 8 square. وشكرا على كده. اللي هيطلع لي من هنا ده هو ده الانسر يا جماعه. فانا القصه كلها ان انا ابقى حافظ الرول بتاع البربنديكولار ديستانس بتوين اي بوينت وستريت لاين. ادي الرول اهو بخط كبير وواضح، ابسوليوت a x1 بلس b y1 بلس c اوفر روت a سكوير بلس b سكوير. فانا يا جماعه بطلع ال a بطلع ال b بطلع ال c، ال A وال B وال C، وبطلع X1 و Y1 دول ال X وال Y كوارن بتوع ال point. بديني line مثلا Y equal to X plus 4 وline و point 3 و 5، وعايز ال perpendicular distance between ده وده، لازم احول ال line ده على الشكل بتاع AX plus BY plus C equal 0. يعني ايه برضو ما تفهمنا؟ يعني هنا هجيب ده بالماينس، فيبقى 2x minus y plus 4 equal 0. ونطلع ال A وال B وال C، ال A بكام؟ ب 2، ال B بكام؟ ب negative 1، ال C بكام؟ ب 4، B هو coefficient بتاع ال Y ب negative 1 وال C ب 4. X1 و Y1 اهم، اخد دول بقى كده، دول اهم دول كده ودول، اعوض بيهم هنا مكان ال A اهو، مكان ال B اهو، مكان ال C اهو، مكان ال A تاني هنا، ومكان ال B تاني هنا، وال X1 وال Y1 اهو. بعوض بس، بحافظ الفورم واعوض. اللي هيطلع لي ده هو ده البربنديكولار ديستنس بتوين البوينت اند ستريت لاين. في الاغلب لما جه جابها ازاي؟ قال لك انت لازم تبقى عندك اصلا من اي اس تي 1 معلومه ان انا لو عندي اي سيركل، فانا اي لاين هيبقى تانجنت للسيركل ده، يعني لامس السيركل دي عند بوينت واحده، اي لاين هيبقى تانجنت للسيركل دي، لامس السيركل دي عند بوينت واحده كده مثلا. جميل؟ لما انزل الراديوس، بصوا لما البربنديكولار، وهنا عندي سنتر البربنديكولار ديستانس، هيجي يقول لي انا عايز الراديوس، مش هيقول لي انا عايز البربنديكولار ديستانس بتوين البوينت والستريت لاين، انما هنا هو بيقول لي انا عايز الراديوس. انت اوتوماتيك في مخك تترجم ان الراديوس ده يقصد بيه ان هو عايز الايه، اصل انا الراديوس عندي معناها ايه؟ ان انا هنا هوصل من البوينت من السنتر لحد البوينت اوف تانجنسي. وطبعا لازم ابقى عندي معلومه ان انا لما بنزل من السنتر، لما عندي تانجنت لاين لامس السيركل وانزل عليه بلاين من السنتر، بيعمل انجل كام يا جماعه؟ بيعمل انجل 90. يبقى انا كده هو طالب مني الراديوس، بس اوتوماتيك هو اصلا الراديوس ده يعتبر ايه؟ يعتبر البربنديكولار ديستانس بتوين البوينت اللي هي ايه، هنا البوينت دي اللي هي هنا السنتر، والستريت لاين اللي هو مين الستريت لاين اللي هنا ده؟ اللي هو التانجنت لاين. بس هو مش هيقولها لي صريحه، هو هيجي يتخابس عليا ويقول لي انا عايز الراديوس، انت بقى اتصرف. يبقى انا دلوقتي بقى انا بجيب الراديوس، بس انا اصلا بعمل البربنديكولار ديستانس بتوين البوينت اند ستريت لاين. طب مين البوينت؟ راح ما ادانيش البوينت الغلس، امال عمل ايه؟ البوينت دي قال لي انت المفروض تفهم ان البوينت دي هي السنتر، فراح مديني الايكويشن بتاع السنتر بالشكل ده، اكس ماينس 1 باور 2 بلس اكس بلس واي ماينس 3 باور 2 equals r باور 2. واداني الايكويشن بتاعت اللاين، راح قايل لي الايكويشن بتاعت اللاين 4x plus 2y minus 6 equals 0. قلت له ماشي. طب انت عايز يعني الديستنس، عايز الراديوس؟ يقول لي اه. اقول له يعني انت عايز الديستنس دي؟ هيقول لي اه. اقول له يعني الديستنس ما بين السنتر واللاين ده؟ تمام. السنتر اصلا اجيبه منين؟ قال لي من الايكويشن بتاعت السيركل، ال H وال K بعكس اللي جوه، النيجاتيف 1 اخليه 1 والنيجاتيف 3 اخليه 3. يبقى انا السنتر عندي ب 1 و 3، انا عايز اجيب البربنديكولار ديستنس بدون السنتر ده والستريت لاين. طب الايكويشن بتاعت اللاين اداني الراجل الجميل، فانا اقدر كده اطلع كل حاجه. انا حافظ طبعا الرول ان هو ابسوليوت a x1 بلس b y1 بلس c اوفر روت a سكوير بلس b سكوير. يعني مطلوب مني اطلع ال a وال b وال c
والاكس والواي، يلا نطلعهم. احنا كده كده مطلعينهم على فكره، بس نركز بس نعرف نحط ايه فين. فانا هنا اهو الاي هو الكوفيشنت بتاع الاكس بكام؟ ب4. البي كوفيشنت بتاع الواي ب2. السي بنيجاتيف 6 الرقم الكونستنت. اكس 1 وواي 1 دول بتوع السنتر اللي هم كام وكام؟ اكس 1 ب1 واي 1 ب3. يبقى انا قدرت كده اطلع كل حاجه، كل الحكايه ان انا بس ابقى حافظ الرول فاعوض. كل الحكايه ان انا اخد الاي مكان الاي، الاي دي هاخدها اعوض بيها مكان الاي دي، والاكس 1 هشيل الاكس 1 دي احط 1 عشان هي ب1، والبي اهو هعوض بيها ب2، والسي اهو واي 1 هعوض ب3، طب والسي هعوض مكانه بنيجاتيف 6، طب وروت اي باور 2 يبقى روت 4 باور 2، طب بلس روت بي بلس بي باور 2 بلس 2 باور 2. اللي هيطلع لي هو ده الراديوس اللي هو البربنديكولار ديستانس بتوين ا بوينت اللي هنا السنتر والستريت لاين اللي هو التانجنت لاين. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله في التوبيك دي؟ طيب عندي بعد كده التوبيك الرابع، الديستانس بتوين تو بوينتس اون اوبليك اكس واي كوارن بلان. ويعني ايه اوبليك او سلانت؟ سلانتد واي كوارنت. انا يا جماعه طول عمري من واحنا صغيرين اول حاجه خدناها من واحنا عيال صغيره خالص، قال لك انت بيجيب لك نمبر لاين كده ويقول لك انا عندي بوينت هنا بزيرو وبوينت هنا بفايف، ويقول لي انا عايز الديستانس بتوين ذيم. احنا كده يا جماعه بنجيب الديستانس بتوين تو بوينتس ان وان دايركشن، يا اما يمين يا اما شمال، ما عندناش لا بنطلع فوق ولا بننزل تحت ولا بنتحرك في اي حته، يا يمين يا شمال، يعني ده ان وان دايركشن. عشان بس ما حدش يقول لي يمين وشمال تو دايركشن، يا جماعه ما انت بتجيب الديستانس بتوين البوينت دي والبوينت دي فتتحرك لليمين وان دايركشن اهو، او ما بين دي ودي مثلا فتتحرك للشمال يبقى وان دايركشن. ده عن نمبر لاين، وكان الموضوع بسيط، بقول انا من زيرو اتحركت لنيجاتيف 2 يعني 2، كنت بطرح بس ايزي. بعد كده كبرنا شويه دخلنا اعدادي او اللي كانوا في امريكان او اي جي، جميل، دخلوا بقى ايه جريد 7 وجريد 8 وجريد 9، جميل يا جماعه. بالنسبه له جاء خد الاكس والواي كوارن، فبدا الديستنس بتوين تو بوينتس بس اون تو دايركشن، يعني انا كل بوينت بوصفها بتو دايركشنز. بالمصري قوي، بالمصري قوي، انا بتحرك يا يمين وفوق يا يمين وتحت يا شمال وفوق يا شمال وتحت، ده بوصف البوينت كده، فبوصفها بتو دايركشنز اكس وواي. وخدنا بالرغم من ده احنا خدنا الديستنس بتوين التو بوينتس عن طريق اكس 1 ماينس اكس 2 روت اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2. يعني ده اكس 1 واي 1 مثلا، ده اكس 2 واي 2، يعني نقول روت اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2. ديستنس بتوين تو بوينتس خدناها والحمد لله وعرفنا واشتغلنا فيها بيها كتير جدا. كبرنا اكتر ودخلنا الامريكان ودخلنا اي اس تي 2، فجاء قال لك لا بقى انت ما عندكش 2 دايركشنز بس، انت عندك 3 دايركشنز كمان. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت عندك اكس واي كوردنت واكس كوردنت وزد كوردنت. قلت له يعني ايه؟ عارفين النظارات ال 3 دي، التلفزيونات ال 3 دي، في نظارات بتلبسها كده 3 دي بتشوف، حد دخل سينما اكيد 3 دي، يبقى في بعد ثالث كده يا جماعه. فانا دلوقتي بجيب الديستنس بتوين التو بوينت دول في الثلاث ابعاد. يعني ايه؟ يعني انا عندي بوينت هنا بتتوصف بقى مش باكس واي بس، لا الاكس بتاعها بكام؟ ده الاكس كوردنت، ده الاكس اكس، ده الواي اكس، وده الزد اكس. فانا بوصفها باكس وواي وايه؟ وايه كمان؟ وزد. وعندي بوينت كمان مثلا بي بوصفها برده باكس وواي وزد، ودي مش اختراع ما يقلقنيش. انا هنا عايز يعني الديستنس بتوين ذم نفس القصه بالظبط، اقول روت اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2 بلس زد 1 ماينس زد 2 باور 2. فدي مش اختراع، دي مش هطول فيها ولا اقول اي حاجه فيها. كل الحكايه ان انا لو جاب لي 3 دي بقول زد 1 ماينس زد 2 كمان باور 2. طيب جه غلس عليا بقى، راح قال لي انت مش طول عمرك في الاكس والواي اكس اكسس والواي اكسس طول عمرك عارف ان هما بيربنديكولار على بعض؟ الواي اكسس نزل بيربنديكولار على الاكس اكسس والاكس اكسس بيربنديكولار على الواي اكسس. قلت له اه انا طول عمري عارفها كده. قال لي لا، هنا بقى انا ممكن بيبقى عندي حاجه اسمها اوبليك واي كوردينت او اوبليك واي اكسس. يعني ايه؟ يعني الواي اكسس يا جماعه نزل انكلايند كده، عامل انجل ايه؟ عامل انجل مع الاكس، مع البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس، جميل كده يا جماعه. فهنا ده يقولوا عليها ايه؟ يقول عليها اوبليك اكس واي كوردينت بلان اون ويتش الواي كوردينت is inclined. شايفين هنا يا جماعه الواي اكسس، انا اسف واي كوردنت، الواي اكسس، الواي اكسس هنا inclined مايل، هنا ده الاكس اكسس، بس الواي اكسس مش نازل بدرجه ب 90، لا نازل مايل. طب وده استفاد منه بايه؟ قال لي لو جاب لي حاجه زي كده لازم اعرف منه حاجه.
لازم يجي هو يقول لي on which the y-axis is inclined by an angle of كذا. لو جيت قلت لك in which the y-axis is inclined by an angle of 40، هتيجي تقول لي انت يعني مع مين؟ ما ممكن 40 من هنا وممكن 40 من هنا. تقول لي ما هو واضحه بقى، اقول لك لا ما فيش حاجه اسمها واضحه، في حاجه اسمها figure not drawn to scale. يعني ممكن دي يجيب لك انجل عامله كده ويقول لك الانجل دي مثلا ب 340 عادي. اما اقصدش يعني اقصد ايه؟ اقصد يا جماعه ان figure not drawn to scale ده ما تحطش في مخك ان مثلا دي شكلها كده بالبروتراكتور ممكن اجي اقيسها واشوفها، مفيش الكلام ده. انت لازم هو يقول لك ان هي كذا. فلو جاء لك الانجل 40 تقول له انهي واحده، يعني دي اللي 40 ولا دي؟ هو الراجل بيقول، خلي بالك هتلاقيه يروح قايل لك on which the y-axis is inclined by an angle of كذا with the positive direction of the x-axis. هتقول لي ايه الجمله الكبيره دي؟ مش فاهم يا جماعه. ما هو ده البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس صح، وده النيجاتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس. فانا لو عملتها مع البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس يبقى يقصد دي. جميل يا جماعه. يبقى انا يهمني ان انا اجيب الانجل اللي عملها الواي اكسس مع البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس. هودي لك ب 40. طب عايز بقى الديستنس بتوين تو بوينتس بقى وريها لي هتجيبها ازاي؟ هقول لك ايزي جدا وهتعرف تجيبها، ما فيهاش اي حاجه. عندي بوينت A وعندي بوينت B، عايز اجيب الديستنس بتوين تو بوينتس في الحاله دي. بوينت A x1 y1 ودي بوينت B اهو x2 y2. اعمل ايه؟ قال لك روت كبير. وهتقول حفظ بقى يا جماعه معلش، x1 minus x2 باور 2 plus y1 minus y2 باور 2. طب ما لحد كده خلاص سهل. لا لسه في بقى جزئيه جديده بقى. انت هنا الجزء ده حافظه عادي، هكتبه اهو بخط تاني اهو اهو. بلس 2 تايمز x1 ماينس x2 تايمز y1 ماينس y2 تايمز كوزاين الانجل. هتقول لي ايه الانجل دي؟ هقول لك الانجل اللي عملها الواي اكسس مع مين؟ مع البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس. يعني ده ولا ده؟ اكيد يعني يا جماعه بديهي جدا البوزيتيف دايركشن هو ده، يعني الانجل دي يا جماعه اللي هي 40. فاعوض هنا ب 40 واطلع يبقى هي القصه كلها في الحته الزياده دي. 2 تايمز اكس 1 تايم ماينس واي 2 تايمز اكس 1 ماينس اكس 2 تايمز واي 1 ماينس واي 2 تايمز كوزاين الانجل اوف انكلينيشن. خلاص يا جماعه ده بالنسبه للتوبيك بتاع الديستنس بتوين تو بوينتس اون انكلايند او اون اوبليك اكس واي كوادرنت. طيب هنيجي بعد كده للتوبيك اللي بعده. عندي التوبيك بتاع فايندينج ازاي، هاو تو فايند ذا اريا اندر ذا كيرف باستخدام الانتجريشن. انت هنا يا جماعه عندكم ازاي تفايند الاريا اندر ذا كيرف. انت هنا هيديك ايكويشن، هيديك ايكويشن بتاعت هيديك اي ايكويشن يديهالك. جميل. يقول لي مثلا اف اوف اكس ايكوالز اكس باور 3 بلس 4 اكس باور 2 بلس 6 اكس بلس 2. قلت له ماشي. قال لي عايز الاريا اندر ذا كيرف اي يو سي، ده اللي هو الاريا اندر ذا كيرف. قلت له حاضر، يعني ما بين مين ومين؟ قال لي between x equal negative 4 and x equal 3. قلت له ايه اللي انت بتقوله؟ مش فاهم حاجه. قال لي يعني عشان تفهم اكتر، انا يا جماعه الرسمه دي مثلا يعني بتبقى مثلا لو قلنا ان هي عامله كده، ماشي كده؟ لو قلنا ان هي عامله كده، فهو بيسالني بايه؟ بيقول لي انا عايز الاريا اندر ذا كيرف، يعني الجزئيه مثلا لو ما بين إيه؟ لازم تقول لي يعني انهي كيرف ممكن الاريا اندر كل ده كده يا جماعه لحد فين؟ لازم هو يحدد لي، يقول لي من اول اكس ايكوال نيجاتيف 4، يعني مثلا قلنا ان دي اكس ايكوال نيجاتيف 4 اهي، لحد اكس ايكوال 3 يعني لحد هنا مثلا. فهو عايز الاريا اندر ذا كيرف ما بينهم، يعني عايز الحته دي من اول هنا كده اهو، الاريا بقى اللي تحتيهم اللي هي دي كلها، عايز الاريا بتاعت الجزئيه دي يا جماعه. نعمله ايه معايا ده؟ اقول له ايزي جدا. يقول لي ازاي؟ هقول له فين الايكويشن بتاعتك؟ يقول لي اهي. هقول له اضغط على زرار الانتجريشن اللي هو تحت زرار الالفا في الكالكوليتور. تضغط على زرار الالفا اللي تحت اللي هو الانتجريشن تحت الالفا. جميل؟ جميل يا جماعه معايا؟ كلكم معايا؟ طيب هيظهر لك علامه عامله كده يا جماعه، علامه الانتجريشن، وهيظهر لك زي بوكس فوق هنا وبوكس تحت هنا، وبوكس هنا بتكتب فيه الايه؟ الايكويشن بتاعتك، وهتلاقي دي اكس كده. جميل؟ جميل. هنا دي البوكس ده بتكتب فيه الايكويشن بتاعتك اللي هي دي كلها. الفا اكس باور 3 بلس 4 اكس باور 2 بلس 6 اكس بلس 2. وبعدين انا هعملها معاكم اهو على اساس ان انتوا بتعملوها معايا اهو. فانا هكتب اهو دلوقتي الفا اكس باور 2 كتبت في البوكس بلس
ألفا إكس باور 3 أصلا، ماشي، بلس 4 ألفا إكس باور 2 بلس 6 إكس بلس 2، جميل؟ وبعد كده أرجع تاني وأطلع وأنزل تحت مثلا الأول، أكتب من أول إكس يكوال كام لإكس يكوال كام، الرقم الصغير هو اللي بكتبه تحت، فالنيجاتيف 4 أكتبه تحت، من أول إكس يكوال نيجاتيف 4 أطلع فوق لحد إكس يكوال 3، وأروح قايل إيكوال وأحل المسألة، حد حلها معايا هيطلع معايا الانسر 70.5، يبقى الاريا دي كده اللي تحت دي كده 70 بوينت. ايزي جدا، مش اختراع. هيجيب لي ايكويشن ثانيه، هيجيب لي ايكويشن ثانيه، يقول لي مثلا اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس 2، فهو عايز الاريا اندر ذا كيرف بتوين اكس ايكوال 1 اند اكس ايكوال 3. اقول له ايزي، هضغط على زرار الانتجريشن اللي تحت زرار الالفا، هيظهر لي دي بوكس فوق ودي بوكس تحت ودي بوكس في النص بكتب فيه، ودي دي اكس كده بتاع الانتجريشن، جميل؟ هنا البوكس اللي في النص ده بكتب فيه الايكويشن اللي هي الفا اكس باور 2 بلس 2، هنا البوكس ده، هنا البوكس، البوكسز دي بكتب الصغير تحت والكبير فوق وايكوال، فطلع الانسر اللي هي معايا هتطلع ب 12.6. فمش اختراع. خلاص يا جماعه؟ خلاص يا جماعه؟ طيب هنيجي بعد كده، طب ده خلص. هنيجي للتوبيك بتاع الليميتس. الليميت يا جماعه، لما يقول لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز كذا، يعني ايه ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز كذا؟ يعني كل ما اكس يقرب ناحيه حاجه معينه، الفاليو دي هتقرب ناحيه ايه؟ فانا لازم ابقى فاهم اللي انت بتقوله ده. تعال نقسمها كده عشان نلحق نخلص بتركيز عالي. ادي الليميتس عندي يا جماعه، عندي نوعين من السؤال ده، يا اما هيقول لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز n وn ده real number، يا اما يقول لي limit of x as x approaches positive or negative infinity. هما دول النوعين اللي عندي. ايوه، يعني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لكم يا جماعه ان انا متوقع ان ممكن فيكم يكون حد عايز يحفظ وخلاص، عايزك تفهم يعني ايه اللي انا بقوله ده. هو يا جماعه لما اجي اقول لك مثلا limit of x as x approaches 4 x power 2 هي approach ايه؟ طبعا الكلام اللي بقوله ممكن يكون مش مفهوم، انا هوضحه دلوقتي. يا جماعه يقصد هنا كل ما الفاليو بتاعت الاكس دي ايا كان الاكس بايه، بس بيقول لي كل ما يقرب ناحيه ال 4 الفاليو دي هتقرب ناحيه ايه؟ اقول له هتقرب ناحيه ال 16، هيقول لي عرفت ازاي؟ اقول له عوضت، بديهي جدا ان اعوض اصلا. ما هو كل ما ده يقرب ناحيه ال 4 اكيد ده ال 4، كل ما ده يروح ناحيه ال 4 اصلا هنا مثلا 3 بس كان ب 1 مثلا، اكس كان ب 1 1 باور 2 ب 1، فساعتها بقى ب 2 2 باور 2 4 3 باور 2 ب 9، هيقرب ناحيه ال 4 بقى لحد ما يبقى 4 باور 2، يعني هيقرب ناحيه 16، فبديهي جدا فهعوض. طيب ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز ريل نمبر، وليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي. ناخد اول جزئيه، ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز ريل نمبر. عندي ده متقسم يا جماعه، عندي اول حاجه سمبل ايكويشن، جميل، تاني حاجة simple fraction، تالت حاجة fraction and radical. خلاص دي جزئية اللي عندي هنا في limit of x as x approaches positive infinity real numbers n اللي هو real number. طب تعالى ناخد أول حاجة limit of x as x approaches real number ودي simple equation، يعني إيه؟ ما تفهمنا، هناخد example هنفهم. الناس دايما بتفهم من example أسهل. فما اجي اقول لك هنا limit of x as x approaches limit of x as x approaches 2، ساعتها x power 2 plus 4 هي approach ايه؟ اقول له دي سهله جدا. هيقول لي ازاي؟ هقول له انا كل اللي انا هعمله ان انا هعوض، يعني هشيل x واحط 2، مش اختراع. فاخد هنا يا جماعه الاكس دي اعوضها هنا، كل ما الاكس يقرب ناحيه 2 الاكس باور 2 plus 4 هتقرب ناحيه ايه؟ اقول له هعوض، فهتبقى 2 باور 2 4 4 و 4 8، يبقى الفاليو دي هتقرب ناحيه ال 8. يقول لي ليميت اوف اكس مثلا ديكت ابروتش 3، ساعتها اكس باور 3 بلس 5 هي ابروتش ايه؟ اقول له سهله برضه، هعوض 3 باور 3 ب 27 بلس 5 ادي 32، مش اختراع. ده بالنسبه للسمبل ايكويشن، تعويض مباشر. بالنسبه للسمبل فراكشن، السمبل فراكشن ممكن يبقى طيب معاك وممكن يبقى شرير. طيب معايا، يقول لي limit of x as x approaches 2، ساعتها x
plus 4 over x minus 3 هي approach ايه؟ هقول له ده ايه ده عادي هعوض برضه 2 plus 4 ب 6 2 minus 3 ب-1 6 على negative 1 يبقى يقرب ناحية negative 6. شكرا حليت المسألة. طب ازاي ممكن يبقى شرير معايا؟ احنا ليه مضايقين على نفسنا هنا كده؟ ما نكتب براحتنا، بس انا هنا عايز اجمعها لكم في الحته دي. فماشي افتكروا بقى، احنا هنا في السيمبل فراكشن ليميت اوف اكس از اكس ابروتش 3 النمبر بقول لك رقم معين جميل وبديك فراكشن. فلما اجي اقول لك ليميت اوف اكس مثلا از اكس ابروتش 2 از اكس ابروتش 2 ساعتها اكس باور 2 ماينس 4 معايا يا جماعة؟ كله سامعني كويس؟ أنا عايز أسمع صوتكم كده. مستر لؤي في الويتنج. معلش. معاك يا مستر. طيب. لؤي سمعنا؟ يا لؤي سمعنا؟ لؤي سمعنا؟ أه يا مستر سمعت. يلا يا جماعه انا هنا عندي في الـ في الـ في الفراكشن بقى سمبل فراكشن، بس هنا ممكن يغلس عليها سنه عادي جدا سهله قوي. لما اجي اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 2 اكس باور 2 ماينس 4 اوفر اكس ماينس 2 ويل ابروتش ويتش نمبر، فهتقول لي هعوض. اقول لك تعوض ايه؟ ما انت لو عوضت 2 ماينس 2 تحت هيديك 0، فهيديك في الاخر الريزلت هتبقى ايرور. فاقول له لا ما ينفعش تعوض، انت لو عوضت هنا المساله باظت. فاضطر اعمل ايه؟ هاخد بالي ان ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، فده يتفك. يتفك ازاي؟ مره اكس بلس 2 ومره اكس ماينس 2، كل ده اوفر اكس ماينس 2. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا فكيت اللي فوق ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، فكيته الاكس بلس 2 في اكس ماينس 2. طب ليه عملت كده؟ عشان اتخلص من الغلسه اللي تحت دي اللي مخلياني مش عارف اعوض، فقدرت فعلا اتخلص منها فطارت. فتبقى لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 2 اكس بلس 2 اي ابروتش ايه كده، انا اقدر اعوض ولا ما اقدرش؟ اقدر. 2 بلس 2 فيديني الانسر 4. يعملها معايا تاني يقول لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 3 اكس باور 2 ماينس 9 اوفر اكس ماينس 3 ويل ابروتش ويتش نمبر، اقول له والله انا هعوض. هيقول لي عوض، وريني هتعوض ازاي، ما انت لو عوضت هنا هيديك ايرور. فاقول له لا، يبقى انا ممكن اتخلص من الغلسه اللي تحت اللي مخلياني مش عارف اعوض، لان اكس باور 2 ماينس 9 ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، افكه اكس بلس 3 في اكس ماينس 3. طب وبعد ما عملت كده اطير الاكس ماينس 3 اللي فوق مع الاكس ماينس 3 اللي تحت، فكده بقى انا تخلصت من الغلسه اللي تحت مخلياني مش عارف اعوض بال 3. فبقت المساله بتاعتي ليميت اوف اكس اكس ابروتش 3 اكس بلس 3 ابروتش ايه كده، انا اقدر اعوض ولا ما اقدرش؟ اقدر. فهتبقى 3 بلس 3 ب 6 وهكذا. اخبث حاجه ممكن يعملها ان هو يقول لي ليميت اوف اكس as x approach 3 ساعتها x power 3 minus 27 over x minus 3 will approach which number؟ هقول لك ده difference between 2 ايه؟ ده difference between 2 cubes. تتفك ازاي difference between 2 cubes؟ لما يبقى عندي يا جماعه a power 3 minus b power 3 افكها ازاي difference between 2 cubes؟ بفتح براكت صغير وبراكت كبير، البراكت الصغير بكتب فيه دول بقى من تحت الكيوبيك روت وتحت الكيوبيك روت، فبطير الباور 3، فبكتب فيه a ماينس b من غير اي حاجه. طب والبراكت الكبير اجيبه ازاي؟ البراكت الكبير بشتغل بيه بقدر اجيبه من خلال البراكت الصغير. ازاي؟ بقول الفيرست باور 2 فيديني a باور 2، وبعدين بقول الفيرست تايمز السكند واشقلب الساين a تايمز ماينس b بنيجاتيف a b واغير الساين فخليها بوزيتيف a b، وبعدين السكند باور 2 ببلس b باور 2. فنفس الكلام ده هعمله هنا x باور 3 ماينس 27، هفتح براكت صغير وبراكت كبير، البراكت الصغير هكتب فيه x ماينس 3 من غير اي حاجه. تقول لي جبت منين ال 3 دي؟ هقول لك ما انا لسه قايل لك من شويه ان انا بعمل ده تحت الكيوبيك روت وده تحت الكيوبيك روت. تحت الكيوبيك روت الاكس باور 3 هيديني اكس، تحت الكيوبيك روت ال 27 هيديني 3. جميل كده؟ طيب ومن البراكت الكبير بقدر اجيبه من خلال البراكت الصغير. ازاي؟ اقول الفيرست باور 2 فيبقى اكس باور 2، الفيرست تايم السكند واغير الساين، اكس تايمز ماينس 3 بنيجاتيف 3 اكس. غيرت الساين فبقت بلس 3 اكس.
او معنى ادق بقى يا جماعه، اكس الفيرست تايم، السكند تايم از نيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 كده كده بيغير الساين، وبعدين السكند بار 2 ب 9. كده انا خلصت اللي فوق، اللي تحت اكتبه اكس ماينس 3. انا هدفي كله كان ايه؟ هدفي كله ان انا مش عارف اعوض يا جماعه اللي تحت مغلسه عليا، فانا هدفي كله ان انا اخلص على اللي تحت دي طيارها. ففعلا قدرت اطلع اكس ماينس 3 فوق، اطيرها مع اكس ماينس 3 لتحت، فتبقى لي ايه؟ فتبقى لي اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 9. كده انا اقدر اعوض بدي فيها ولا لا؟ اقدر يا جماعه. 3 باور 2 ب 9 بلس 3 تايمز 3 ب 9 بلس 9، 9 و9 و9 تبقى الاكس ابروتش 3، الفاليو دي هتقرب ناحيه الايه؟ ال 27. حد مش فاهم يفتح المايك ويقول لي. ده بالنسبه للسيمبل فراكشن. السيمبل ايكويشن تعويض مباشر، سيمبل فراكشن تعويض مباشر للخير وبركه، مش تعويض مباشر اضطر ان انا اطير اللي تحت اللي مغلس عليا ومخليني مش عارف اعوض. فراكشن اند راديكال، ايه الفراكشن اند راديكال؟ يعني اديني ايكويشن فيها فراكشن وفيها راديكال، ازاي؟ يجي يقول لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز، ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 9، ساعتها روت اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 9 ويل ابروتش ويتش نمبر؟ هقول لك انت هنا عوض وخلاص. هتقول لي عوض ازاي بقى تاني؟ ما انا لو عوضت المساله باظت، اديني ايرور. انا عوض مكان ال 9 تحت 9 ماينس 9 بزيرو، المساله اديني ايرور. عايز اطير دي، طب هل في فوق حاجه ديفرنس بتوين تو اي حاجه طيرها؟ مفيش، بس في راديكال. بنعمل ايه؟ قال لك اعمل مالتبلاي باي ذا كونجكت اوف ذا ايكويشن ويتش هاف راديكال، مالتبلاي باي ذا كونجكت اوف ذا ايكويشن ويتش هاف راديكال. يعني الايكويشن اللي هاف راديكال اهي، هات الكونجكت بتاعها روت اكس ماينس 3، يبقى الكونجكت بتاعه روت اكس بلس 3. انا بتمنى ان انتوا تكونوا مركزين، ما حدش يجوا بيفصل، لان صعب ان انتوا ان احنا الاثنين بنتكلموا ولا هخلط كل ده، فانا معتمد على ان انتوا بتفوقوا نفسكم. ها ماشي، يبقى روت اكس ماينس 3 هعمل مالتبلاي باي الكونجكت، يبقى هعمل مالتبلاي باي روت اكس بلس 3 فوق، واعمل مالتبلاي باي روت اكس بلس 3 ايه؟ تحت. هو ده الحل بالنسبه لي. لما اعمل مالتبلاي باي روت اكس بلس 3 فوق، فيرست في فيرست، لان دول كونجكتس لبعض، مش هعمل فوق الميثود كامله. امال بعمل ايه؟ بعمل فيرست في فيرست وسكند في سكند بس. روت اكس في روت اكس باكس فوق الكلام ده. نيجاتيف 3 في 3 بنيجاتيف 9. تحت هسيبهم متفرقين زي ما هم، مش هدخل اي حاجه على اي حاجه. اكس ماينس 9 في روت اكس بلس 3. هسيبهم زي ما هم متفرقين. طب ليه؟ لان انا هدفي كله من القصه دي ان انا اطير الاكس ماينس 9 ده. فلما ادخله على ده هعرف ان انا اطيره. يبقى انا هدفي كله ان انا اطير الاكس ماينس، فهسيبه الاكس ماينس 9 زي ما هو. فوق لما عملت الخطوه دي ظهر لي الاكس ماينس 9. فهطير الاكس ماينس 9 اللي فوق مع الاكس ماينس 9 اللي تحت فيها ال 1 فوق. فالايكويشن دي كده بعد ما عملت لها سمبليفاينج بقت 1 اوفر روت اكس بلس 3. كده انا اقدر اعوض ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 9 روت 1 اوفر روت اكس بلس 3 ابروتش ايه؟ اقدر كده اعوض مكان الاكس ب 9 روت 9 ب 3، 3 و3 ب 6، 1 اوفر 6. في مشكله؟ في مشكله؟ ها؟ لو جيت اقول لكم ليميت اوف اكس as x approaches، جميل يا جماعه، 4 root x minus 2 over x minus 4 will approach which number؟ اقول له عوض. عوض ازاي؟ مش هينفع. فاضطر ان انا اعمل multiply by the conjugate of the equation which have radical. ادي الايكويشن اللي have radical، الكونجكت بتاع root x plus 2، فاعمل multiply by root x plus 2 فوق، multiply by root x plus 2 تحت. تحت هسيبهم متفرقين زي ما هم، فوق ادخلهم على بعض. لما ادخل ده على ده وده على ده عشان دول conjugates، فمش هعمل فوق الميثود كامله. امال هتعمل ايه؟ هعمل فيرست في فيرست والسكند في سكند، هيطلع لي فوق اكس ماينس 4، ظهر لي الحمد لله الاكس ماينس 4. تحت هسيبهم متفرقين زي ما هم، لاني انا الهدف بتاعي ان اطير الاكس ماينس 4 اللي تحت، فبالتالي قدرت اطير الاكس ماينس 4 اللي تحت فيها ال 1، فتبقى 1 اوفر روت اكس بلس 2 ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز 4، 1 اوفر 1 اوفر روت اكس بلس 2. كده انا اقدر اعوض براحتي. عوضوا لي يلا مكان الاكس ب 4، روت 4 ب 2، 2 بلس 2 ب 4، فالانسر بتاعتي 1 اوفر. ايزي يا جماعه. خلاص ده كده بالنسبه للجزئيه بتاعت لما اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز ريل نمبر، رقم معين. انما لو جيت اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي، بقى ده الجزئيه الثانيه من الدرس، وهي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي. طيب ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي برضه بتتقسم اول حاجه سمبل ايكويشن، سمبل ايكويشن. طب دي في حاله ايه؟ لما اجي اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي، ساعتها الاكس باور 2 هي ابروتش ايه؟ بديهي جدا ان انا معلش لو جيت عوضت بوزيتيف انفينيتي باور 2 هيديني بوزيتيف انفينيتي برضه. طب لو جيت اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز نيجاتيف انفينيتي، ساعتها اكس باور 2 هي ابروتش ايه؟ اقول له برضه بديهي جدا
لان انا عندي هنا معوض بالنيجاتيف انفينيتي مكان الاكس، نيجاتيف انفينيتي باور 2 النيجاتيف هيتحول بوزيتيف فبالتالي هيديني بوزيتيف انفينيتي. فانا لما يبقى عندي الباور اعلى باور عندي ايفن كده كده الانسر بتاعتي هتبقى ايه؟ بوزيتيف انفينيتي، بوزيتيف انفينيتي. لما يبقى اعلى باور عندي في الايكويشن ايفن كده كده الباور هيبقى بوزيتيف انفينيتي. طب حد هيجي ما بينه وما بين نفسه دلوقتي يقول لي إيه؟ انت بتدينا مش ايكويشن، انت بتدينا فاريبل واحد. هقول لك ما انا هديك ايكويشن هو كامله، لما اقول لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي ساعتها اكس باور 2 بلس 4 اكس بلس 6 ابروتش ايه؟ هتقول لي اعمل ايه في الحاله دي؟ هقول لك اعمل نيجلكشن للانسيجنفكت تيرمز. هتقول لي يعني ايه انسيجنفكت؟ يعني اللي مش مؤثرين، اللي مش مهمين. هتقول لي يعني اعرفهم منين دول؟ يعني بصراحه قوي، بصراحه قوي شيل، سيب بس، سيب فقط اعلى باور عندي، الفاريبل اللي عنده اعلى باور، الباقي كله اعمله نيجلكشن دلوقتي. فبالتالي انت هتسيب الاكس باور 2 وتعمل نيجلكشن للباقي، لان اكتر واحد مؤثر هو الاكس باور 2. فاصبحت في الاخر ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي الاكس باور 2 هي ابروتش ايه؟ اقول له برضو نفس البوزيتيف انفينيتي. طب لو جه قال لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز نيجاتيف انفينيتي ساعتها اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 8 هي ابروتش ايه؟ هقول لك اعمل نيجلكشن للانسيجنفكت تيرمز، يعني سيب اعلى باور بس، سيب الاكس باور 3 واعمل نيجلكشن لكل دول. هتعوض نيجاتيف انفينيتي باور 3 هيديك نيجاتيف انفينيتي زي ما هي، لان ده باور 3 ده ايفن، ده اود اوز انا اسف. فلو اتخبست عليك قوي وقلت لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز نيجاتيف انفينيتي ساعتها نيجاتيف اكس باور 3 بلس 4 اكس باور 2 بلس 8 هي ابروتش ايه؟ هتقول لي هعمل نيجلكشن للانسيجنفكت تيرمز اهم، فهسيب اعلى باور عندي. يلا هتعوض مكان الاكس باور 3 بنيجاتيف الاكس بنيجاتيف انفينيتي، نيجاتيف انفينيتي باور 3 هيديني نيجاتيف انفينيتي، بس في نيجاتيف قبليها، فنيجاتيف نيجاتيف انفينيتي هتقلب ايه؟ هتقلب بوزيتيف انفينيتي. مش فاهم يفتح المايك ويقول خلاص. ده بالنسبه للسيمبل ايكويشن. طب بالنسبه للفراكشن، قال لك الفراكشن بقى انت القصه كلها ولا سيمبل بقى ولا سيمبل ولا راديكال ولا القصه دي، انت القصه كلها بالنسبه لك انت بتشوف الفراكشن بتاعك هل هو بوتوم هيفي ولا هل هو توب هيفي ولا هل هو سيم هيفنس. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كان الفراكشن بتاعك بوتوم هيفي يعني اعلى فاري اعلى باور عندك موجود في الدينومينيتور، يعني اعلى باور عندك في الدينومينيتور تحت، ده بنسميه بوتوم هيفي. فساعتها لما يقول لي ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي هقول له بزيرو. طب عايزين نفهم برضو، احنا مش هنقعد نحفظ، هقول لك افهم ببساطه جدا. لو قلت لك ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي مش فارقه، فساعتها 1 اوفر اكس هي ابروتش ايه؟ هتقول لي هو 1 اوفر اكس ده بوتوم هيفي ولا سيم هيفنس ولا توب هيفي؟ هقول لك لا ده بوتوم. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اعلى باور موجود تحت اهو. هتقول لي ده ما فيش اكس اصلا فوق، اقول لك يا عم اعتبر الاكس ال1 ده اعتبره اكس باور 0، مش اي حاجه باور 0 ب1، فانا اعلى باور عندي بقى اللي تحت، فبالتالي الايكويشن بتاعتي بوتوم هيفي. طب انا لسه محفظكم ان بوتوم هيفي يعني 0 خلاص، فشكرا فعلا انتوا كده حليتوا المساله صح. عايز تفهم بقى؟ عايز تفهم ببساطه جدا، هو انا يا جماعه كل ما الرقم اللي تحت ده يكبر جامد جدا او يصغر جامد جدا الريزلت هتقرب ناحيه ايه؟ الزيرو. طب حد كده ما بينه وما بين نفسه مش مقتنع قوي، تعالوا نقولها كده واحده واحده. لو قلت الاكس ب 10 يا جماعه ساعتها 1 اوفر 10 بكام؟ الفاليو دي هتبقى بكام؟ ب 0.1. طب الاكس عمال يكبر بقى ب 100، 1 اوفر 100 ب 0.01. طب بقى 1000 بقى 0.001، عمال يقرب يا جماعه ناحيه مين؟ ناحيه الزيرو. طب حد مش مقتنع بحته النيجاتيف بقى، طب انت البوزيتيف فهمتها لنا، النيجاتيف ما تزعلش نفسك اهي. لو ده ما احنا انا ليه مسحت؟ انا ليه مسحت؟ عادي كنت هتبقى هي هي بالظبط اهو. بصوا انا لو جيت اقول هنا او نيجاتيف 0.001، لو جيت هنا اقول ان ده بنيجاتيف 10 فدي تبقى نيجاتيف 0.1 على النمبر لاين، ادي 0 اهو، نيجاتيف 0.1 دي لو هي هنا مثلا، فنيجاتيف 0 بوينت فده نيجاتيف 10 بقى نيجاتيف 0.01، هتلاقيها بتقرب ناحيه مين برضو؟
ناحية الزيرو، ده بقت نيجاتيف 1000 بقت نيجاتيف 0.001، فبتقرب برضه ناحية الزيرو. فاللي عايز أقوله إيه؟ إن أنا لما يبقى عندي أي إيكويشن ويقول لي والإيكويشن دي عبارة عن فراكشن ويقول لي ليميت أوف إكس أز إكس أبروتشز بوزيتيف أو نيجاتيف إنفينيتي، الفاليو دي الإيكويشن دي هتقرب هتأبروتش مين؟ أقول له تعالى كده وريني الفراكشن اللي معاك ده، طب هل الإيكويشن بتاعتي بوتوم هيفي ولا توب هيفي ولا سيم هيفنس؟ هيقول لي والله مثلا زي دي كده فعندي بوتوم هيفي، يبقى كل ما الاكس هيروح ناحيه البوزيتيف او النيجاتيف انفينيتي طالما بوتوم هيفي يبقى الفاليو دي هتقرب ناحيه الزيرو. طب لو اتخبس قوي ازاي؟ يقول لي ليميت اوف اكس اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي، ساعتها 1 مثلا 4x plus 6 over x power 2 plus 8 minus 3 هي ابروتش ايه؟ اقول له ده انت غلس قوي. هيقول لي ازاي؟ هقول له هو انت هنا الايكويشن بتاعتي بوتوم هيفي ولا توب هيفي؟ هيقول لي ايه ال3 دي؟ هقول لك مالكش دعوه بال3 دي، انا بتكلم على الايكويشن دي بوتوم هيفي ولا توب هيفي، اعلى باور موجود تحت، يبقى از اكس ابروتش بوزيتيف انفينيتي الفاليو دي كلها هتقرب ناحيه الايه؟ الزيرو، والزيرو مع الماينس 3 هيديني ريزلت ايه؟ هيديني نيجاتيف 3 يا جماعه. هيديني ايه يا جماعه؟ هيديني نيجاتيف 3. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ليميت اوف اكس مثلا از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي ساعتها 1 اوفر اكس باور 2 بلس 5 هي ابروتش ايه؟ اقول له والله انت هنا ده الفراكشن ده زيرو، ليه؟ لان ده بوتوم هيفي بس في بلس 5، طب دي هتقرب ناحيه الزيرو يتجمع عليها 5 فالفاليو كلها تقرب ناحيه مين؟ الفايف. طب ده في حاله البوتوم هيفي، ما تقول لنا كده في حاله السيم هيفنس. حاله السيم هيفنس بقسم الكوفيشنت بتاع فوق على الكوفيشنت بتاع تحت. انهي كوفيشنت؟ انا اسف لان انا ما قلتش ان المفروض بقسم الكوفيشنت بتاع اعلى باور فوق على الكوفيشنت بتاع اعلى باور تحت. ما تفهمنا باكزامبل. حاضر. لو جيت اقول لكم مثلا، لو جيت اقول لك ليميت اوف اكس as x approaches positive infinity ساعتها 8x power 2 minus 5x على 4x power 2 plus 7 هي approach ايه؟ هتقول لي هنا مش bottom heavy عشان تقول لي zero. اقول لك اما اعمل ايه طيب؟ قال لي هنا same heaviness. قلت له يبقى اقسم الكوفيشنت بتاع اعلى باور فوق اللي هو ال 8 على الكوفيشنت بتاع اعلى باور تحت اللي هو 4 8 over 4 يبقى دي هتقرب ناحيه مين؟ 2. طيب هنيجي example تاني اقول لك limit of x as x approaches positive infinity ساعتها 5x minus 7x power 3 over 2x power 2 plus 14x power 3 minus 9 هي approach ايه؟ هتقول لي دي توب هيفي ولا بوتوم هيفي ولا بوتوم هيفي ولا سيم هيفنس؟ هقول لك سيم هيفنس لان اعلى باور فوق باور 3 واعلى باور تحت باور 3، فهتقسم الكوفيشنت بتاع اعلى باور تحت على الكوفيشنت بتاع اعلى باور فوق يعني نيجاتيف 7 over 14 يعني نيجاتيف 4. الموضوع ايزي جدا، ده بالنسبه للسيم هيفنس. بالنسبه للتوب هيفي والاخيره عندنا التوب هيفي لازم اعمل نيجلكشن للانسيجنيفيكانت تيرمز. يعني ايه؟ يعني ما يقول لي ليميت اوف اكس مثلا از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي ساعتها 5x بلس 6x باور 2 اوفر 3x ماينس 8 هي ابروتش ناحيه مين؟ اقول له فوق اعمل لي نيجلكشن للانسيجنيفيكانت تيرمز. وانتم فهمتوا يعني ايه نيجلكشن للانسيجنيفيكانت تيرمز في النيوميريتور؟ يعني هتشيل ال 5x لان 6x هي اللي فيها باور 2، بسيب الفاريبل اللي عنده اعلى باور هو والكوفيشنت بتاعه. تحت برضه تعمل نيجلكشن لمين؟ للماينس 8، فهتبقى 6x باور 2 على 3x، 6x باور 2 على 3x، 6 على 3 فيها 2، هكتبها ليميت اوف x از x ابروتشز بوزيتيف انفينيتي بعد ما شلت الانسيجنيفيكانت تيرم، بقت عامله كده، فهقسم 6x باور 2 على 3x هيديني 2x، فبقت ليميت اوف x از x ابروتشز بوزيتيف انفينيتي ال 2x ابروتش ايه؟ لان 6 على 3 فيها 2 واكس باور 2 على الاكس فيها الاكس فبقت 2x. فليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي ال 2x ابروتش ايه؟ هعوض 2 تايمز بوزيتيف انفينيتي عشان يديني بوزيتيف انفينيتي. يبقى يا جماعه الدرس كله عباره عن ان انا ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز ريل نمبر عندنا سمبل ايكويشن سمبل فراكشن فراكشن وراديكال. ليميت اوف اكس از اكس ابروتشز بوزيتيف او نيجاتيف انفينيتي عندنا برضو سمبل ايكويشن وفراكشن. الفراكشن في منه ثلاث انواع. يا اما يبقى الفراكشن بتاعي بوتوم هيفي فالريزلت يبقى زيرو، يا اما يبقى الفراكشن بتاعتي سيم هيفنس فاقسم الكوفيشنت بتاع فوق على الكوفيشنت بتاع تحت، الكوفيشنت بتاع اعلى باور فوق على الكوفيشنت بتاع اعلى باور تحت،
يا اما الفراكشن بتاعي يبقى توب هيفي فعمل نيجلكشن للانسيجنيفيكانت تيرمز فوق ونيجلكشن للانسيجنيفيكانت تيرمز تحت واعمل سمبليفاينج للايكويشن واعوض. واضح يا جماعه؟ واضح يا جماعه؟ طيب هنيجي بعد كده لجزئيه الماتريكس، لجزئيه الماتريكس، التوبيك بتاع الماتريكس. الماتريكس يا جماعه انا عندي ايه؟ الماتريكس انا عندي اي ماتريكس في الدنيا بيعرف بالنمبر اوف روز بتاعته والنمبر اوف كولمز بتاعته. يعني لازم اي ماتريكس تقول لي هو فيه عباره، يعني اي ماتريكس كده بيعرف تحت هنا هتلاقيه رو باي كولم، يعني لازم يقول لي هو فيه كام رو. الرو ده يا جماعه صف بالعرض كده، رو يعني صف بالعرض، وكام كولم عمود بالطول. عمود كولم يعني عمود، عمركم شفتوا عمود بالعرض؟ اكيد العمود بيبقى بالطول. جميل. فعشان كده لازم، عشان اعرف اللخبطه اللي بتحصل ما بين كلمه رو وكلمه كولم. الرو بالعرض صف، انما الكولم بالطول. عظيم عظيم. اي ماتريكس بيعرف بالنمبر اوف روز والنمبر اوف كولم. يعني اجي اقول لك ماتريكس عامل كده 2 3 4 5، الماتريكس ده كام باي كام؟ هتقولي النمبر اوف روز بتاعته 2 فتكتب 2 هنا، باي النمبر اوف كولمز بتاعته 2، فيبقى ده 2 باي ايه؟ 2 باي 2. الماتريكس ده الماتريكس ده بيبقى ايزي جدا، كل حاجه ايزي فيه ما عدا المالتيبليكيشن. والمالتيبليكيشن بس بيبقى فيها شويه تريكس. في نوعين من المالتيبليكيشن، نوع اسمه سكالر وده بيبقى سهل جدا، ونوع اسمه ماتريكس مالتيبليكيشن. ماتريكس مالتيبليكيشن ده اللي هنتكلم فيه شويه، هو حاجه اسمها ديترمينانت. وشكرا على كده بالنسبه للماتريكس. طيب ما تعرفنا كده حاجه بقى، انا دلوقتي الماتريكس ممكن يجيب لي ان انا ايدنتيفاي الترم بتاعي. يعني ايه؟ يعني مثلا يجيب لي ماتريكس بالشكل ده 1 4 5 7 12 13 ويقول لي مثلا الماتريكس ده ماتريكس A، الماتريكس ده كام باي كام؟ طبعا 2 روز في 3 كولمز. فيقول لي انا عايز الترم، عايز الترم اللي هو في الرو الاول الكولم الثالث. يعمل لي كده. يعني ايه الترم اللي في الرو الاول والكولم الثالث؟ الرو الاول اهو، الكولم الثالث اهو، يبقى هو عايز انهي ترم كده يا جماعه؟ الفايف. يجي يقول لي انا عايز الترم اللي في الرو الثاني والكولم الثاني. الرو الثاني اهو، ادي الرو الثاني، الكولم الثاني اهو، يبقى هو عايز انهي ترم؟ ال 12. يقول لي انا عايز الترم اللي في الرو الاولاني والكولم الثاني. اقول له الرو الاولاني اهو، الكولم الثاني اهو، يبقى انت عايز الترم اللي هو ايكوال 4، وهكذا. طب انا عليا ايه في الماتريكس؟ عليا ماتريكس اديشن سبتراكشن وملتيبليكيشن، النوعين بتوع سكالر وماتريكس ملتيبليكيشن، سكالر ملتيبليكيشن وماتريكس ملتيبليكيشن، وعليك ازاي تطلع ديترمينانت. طيب ما تفهمنا معلش تاني كده اكتر. ايزي يا جماعه، بصوا انا دلوقتي مبدئيا عشان ينفع اعمل ادنج لتو ماتريسز لازم يبقوا عندهم السيم نمبر اوف كولمز روز والسيم نمبر اوف كولمز. يعني ايه؟ يعني هل ينفع اخد ماتريكس ايه ده اللي هو يبقى 3 و4 و5 و6 هعمل له ادنج باي ماتريكس بي اللي هو مين؟ اللي هو 2 1 8 9 كده ينفع اعمل لهم اديشن، لان كل ترم، لان ده كام باي كام كده؟ ده 2 باي 2 وده برضه 2 باي 2. فبالتالي هنا نمبر اوف روز ايكوال النمبر اوف روز هنا، والنمبر اوف كولمز هنا ايكوال النمبر اوف كولمز. فينفع. ليه ينفع؟ لان كل ترم هتلاقي ليه كورسبوندنج ترم. يعني ايه؟ يعني ال 3 ليه الكورسبوندنج بتاعه 2، 3 بلس 2 5، ال 4 ليه الكورسبوندنج بتاعه 1، 4 بلس 1 5، ال 5 ليه الكورسبوندنج بتاعه 8، 5 بلس 8 13، ال 6 ليه الكورسبوندنج بتاعه 9، 6 بلس 9 15. وبقى انا كده طلعت A بلس B. يبقى انا عشان اعمل ادنج للماتريكس، ماتريكس لازم يبقى عندهم سيم نمبر. وفي خلي بالكم مش شرط دول متكررين، يعني بمعنى عشان انا بس عارف الايرور اللي ممكن يحصل هنا. لو قلت لك 3 2 1 4 5 6 مثلا بلس برضو هنا 3 4 7 1 8 9 دول كام باي كام؟ ماتريكس ايه ده كام باي كام؟ 2 روز و 3 كولمز، فاقول 2 باي 3. وده برضو ماتريكس بي كام باي كام؟ 2 روز و 3 كولمز، فاقول 2 باي 3. ينفع اعمل لهم اديشن لان النمبر اوف روز هنا قد النمبر اوف روز هنا، النمبر اوف كولمز هنا قد النمبر اوف كولمز هنا. طب ده هستفاد بيه بايه؟ هستفاد بيه بان كل ترم هيبقى ليه كورسبوندنج ليه. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان هنا ده 3 هيبقى كورسبوندنج بتاعه هناك 3 برضه موجود، 3 و 3 6 2 قصاده هناك 4 2 4 6 1 و 7 ادي 8 4 و 1 ادي 5 5 و 8 ادي 13
6 و9 ادي 15، فقدرت كده اعمل a بلس b. كل ترم ليه كورسبوندنج ليه يا جماعه، اتفقنا؟ ده بالنسبه للاديشن. طب بالنسبه للسبتراكشن نفس الكلام بالظبط، مش هنقعد بقى نكرر في نفس الكلام التفاهه يعني، عادي. ادي 3 5 7 2 1 8، ده كام باي كام؟ قال لي ده 3 روز باي 2 كولمز، يبقى لازم لما هعمل ماينس لماتريكس بي لازم ماتريكس بي يبقى عنده نفس الكلام، هتلاقي 0 0 1 نيجاتيف 2 5 3 8، ده كام باي كام برضو؟ 3 باي 2. يبقى ينفع يتعمل لهم سبتراكشن؟ اه ينفع. يلا بينا، كل ترم ماينس الكورسبوندنج لي 3 ماينس 0 ب 3، 2 ماينس 1 ب 1، 5 ماينس ماينس 2 ب 7، 1 ماينس 5 ب نيجاتيف 4، 7 ماينس 3 ب 4، 8 ماينس 8 ب 0، برضو هيطلع الريزلت بتاعي 3 باي ايه؟ باي 2. انما لو جيت عملت لكم كده، عندي ماتريكس مثلا 3 2 1 8، عايز اعمل له ماينس ماتريكس تاني مثلا 3 2 1 5 6 7، هل ينفع اعمل لهم سبتراكشن؟ هتيجي تقول لي 3 ماينس 2 3 2 ماينس 2، وال1 ده معاه مين قصاده؟ مش هيلاقي. فبالتالي ده عشان ده 2 باي 2، انما ده 2 باي 3، فهنا النمبر اوف كولنز مش قد النمبر اوف كولنز، فبالتالي مش هينفع اعمل لهم سبتراكشن. ده بالنسبه للاديشن والسبتراكشن ايزي جدا، ما فهمش اي حاجه. بالنسبه للمالتيبيكيشن، فانا عندي نوعين من المالتيبيكيشن. اول واحد عندي اسمه سكيلر مالتيبيكيشن، وده ايزي جدا بصراحه، ديستريبيوشن مش اكتر، سكيلر مالتيبيكيشن، وده ايزي جدا هنشوفه دلوقتي. تاني واحد اللي هنتكلم فيه شويه اسمه ماتريكس مالتيبيكيشن. السكيلر مالتيبيكيشن ده يجيب لي ماتريكس A مثلا، يقول لي ماتريكس A ده ب 3 2 4 5، ويجي يطلب مني يقول لي انا عايز 3A، طلع لي ماتريكس 3A، اقول له يعني انت عايز تعمل 3 مالتبلاي باي الماتريكس اللي هو الA. هو مثلا بيسالني على 3A، يعني ايه 3A؟ يعني 3 مالتبلاي باي ماتريكس A. طب ماتريكس A كام وكام وكام وكام؟ قال لي ماتريكس A 3 2 4 5. طيب عايز 3 مالتبلاي باي 8؟ اه دخل ال 3 على ال 3 على ال 2 على ال 4 على ال 5، 3 باي 3 ادي 9، 3 باي 2 ادي 6، 3 باي 4 ادي 12، 3 باي 5 ادي 15. شكرا، يبقى انا طلعت ماتريكس 3 اي. في حاجه دي، ده الماتريكس مالتبليكيشن. ممكن يعني اخبث حاجه يا جماعه بيقعد يجيبها مثلا يضيع بيها بس وقت الامتحان، ان هو يقول لك ايه؟ نجيب لك ماتريكس ايه مثلا، اهو زي ما انا كنت كاتبها، مش عارف زي ما مسحتها، 1 3 2 1 2 مثلا 5، ماشي. وماتريكس بي مثلا يجيبها لك 0 3 5 8، ويقول لي انا عايز 3 a minus 2 b. يعني ايه 3 a minus 2 b؟ يعني 3 تايمز a، 3 تايمز ماتريكس a minus 2 تايمز كل ترم في ماتريكس b، 3 تايمز كل ترم في ماتريكس. هنا بقى انت خليك ذكي، ازاي تخليك ذكي؟ تعمل اول ترم بس اللي هو اللي فوق ده وتدور في الانسرز. يعني اعمل 3 تايمز 1 ب 3، ماينس 2 تايمز 0 ب 0، 3 ماينس 0 ب 3، ادور على اي تشويس في الانسر بيبتدي ب 3، تبقى دي الانسر بتاعتي. اتاكد اكتر واعملها في ثاني واحده بالمره. اقول 3 تايمز 3 ب 9، ماينس 2 تايمز 3 ب 6، 9 ماينس 6 ب 3، اشوف انهي ترم اللي فيه 3 هنا برضه. اقول 3 تايمز 2 ب 6، يعني الريزلت بتاعتي يا جماعه تطلع كده. يلا ناخد كل ترم ونعمله. 3 تايمز A يعني 3 تايمز 1 ب 3 ماينس 2 تايمز 0 يعني 3. مستر معلش ممكن تعدي تاني؟ مش فهمتهاش الصراحه. دي اللي هي انا مبسوط قوي انت قلت. ليه بقى؟ لان انا كده اتاكدت ان انتوا فاهمين اللي فات، انا مبسوط. يلا عايز دي يلا بصوا، انا بس عشان جاي ماسك كذا مسج ورا بعض فالتركيز تركيزي تشتت. شاهد انا لسه قدامي بتاع مثلا نص ساعة ساعة الا ربع كده ريكورد ما تلاقيش. طيب ممكن ابقى اكمل الريكورد؟ اه كملي الريكورد ده. ماشي يا مستر، شكرا. باي باي. فهو ممكن يقول لي 3a minus 2b، عايز الفاليو بتاع 3a minus 2b. اقول له ايه؟ اقول له 3 تايمز a، 3a ده يعني 3 تايمز ماتريكس a، يعني اعمل كل 3 تايمز كل واحد في ماتريكس A له اي 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز 3 ب 9، 3 تايمز 2 ب 6، ما ده 3A، يبقى اعمل كل واحد 3 تايمز 5 15، يبقى انا جبت له 3A. هو عايز يعملها ماينس 2B، طب ما تجيب لي 2B بقى بالمره. ادي بي اهو معايا، عايزين 2B بقى له اي،
هعمل 2 multiply matrix B. 2 times 0 ب 0. 2 times 3 ب 6. 2 times 5 ب 10. 2 times 8 ب 16. جميل يا جماعة. فكده انا معايا matrix A ومعايا matrix معايا 3A اهو وده 2B اهو. هعمل لهم minus لان هو بيقول لي 3A minus 2B. فكل واحد هيتعمل له minus ال corresponding ليه. 3 minus 0 3 9 minus 6 is 3 6 minus 10 is negative 4 15 minus 16 is negative 1 شكرا. واضحة يا جماعة؟ بس أنا بقى مكانكم ما بعملش كده. أمال أعمل إيه؟ أعمل القصة دي بعيني بعيني كمان ممكن في أول ترم بس. يعني هو عايز 3A minus 2B يعني 3 times أول ترم يعني 3 times 1 اللي هو ب 3 minus 2 times أول ترم هنا 3 times 1 ب 3 minus 2 times 0 اللي هو 0 3 minus 0 ب 0. أدور في التشويسز أي أنسر أولها 3 والباقي دي الأنسر بتاعتي. طب لقيت كذا واحدة أولها 3 أقول له لا ده أنت غلس قوي بقى هشتغل لك بتاني واحدة. وأدخل 3 أجيب 3A 3 على 3 ب 9 minus 2 times 3 ب 6 9 minus 6 ب 3 شوف تاني شوف أنهي واحدة اللي فيها 3 هنا تاني. وهكذا بدل ما أعمل كله. فهمت يا لؤي؟ أيوه يا مستر تمام. مهند شهد قاسم فاهمين؟ ايوه نيجي للماتريكس نيجي للماتريكس مالتبليكيشن وهي دي القصه بتاعتنا هي والديترمينانت هي دي الحته اللي هنقف عندها شويه. طيب الماتريكس مالتبليكيشن هو ان انا اصلا اعرف اعمل مالتبلاي للماتريسز لازم بص انا كل ماتريكس عندي طيب انا كل ماتريكس عندي بيعرف يعني مثلا 3 4 1 2 8 6 حلو. لو جينا نعملها ملتبلاي باي ماتريكس بي الماتريكس ده كام باي كام اصلا؟ نمبر اوف روز 3 والنمبر اوف كولمز لا انا اسف نمبر اوف روز 2 والنمبر اوف كولمز 3 ادي 2 روز وادي 3 كولمز. طب ماتريكس بي هيجي يقول لي ماتريكس بي عباره عن 4 0 2 5 6 7 ماتريكس دي بي ده كام باي كام؟ هيقول لي انا عندي 3 روز. طبعا الرو بيتكتب الاول مفيش حاجه اسمها تتبع الكولم من قبل الرو. الرو بيتكتب 3 روز باي 2 كولمز اهو. طب هل دول ينفع اصلا؟ خلي بالك مش في كل الحالات برضو ينفع يتعمل ملتبلاي. هل دول ينفع يتعمل لهم ملتبلاي؟ اه ينفع. ليه؟ شايفين اللي جوه دول لو ساووا بعض يبقى ينفع. يعني ايه اللي جوه ده؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ يعني يا جماعه مش ده رو باي كولم وده رو باي كولم؟ يعني بمعنى ادق بقى لو انا عايز اقولها بطريقه بقى شيك اقول النمبر اوف كولمز في اول ماتريكس يبقى ايكوال للنمبر اوف روز في تاني ماتريكس. لو ده حصل يبقى ينفع نعمله ملتبلاي للماتريكس مثلا. تاني ده كده يا جماعه رو باي كولم وده رو باي كولم هنا النمبر اوف روز 2 والنمبر اوف كولم 3 هنا النمبر اوف روز 3 والنمبر اوف كولم 2. لو لقيت ان النمبر اوف كولمز اول ماتريكس ايكوال النمبر اوف روز ثاني ماتريكس يبقى ينفع يتعمل لهم مالتبليكيشن. طب والريزلت؟ طب دول ساووا بعض اهو. الريزلت بصوا هيبقى كام باي كام؟ بصوا بقى التركه دي الريزلت هيبقى ده باي ده المتبقي. يعني انا الريزلت بتاع A تايمز B هيبقى عباره عن 2 باي 2 متبقي من يوم يعني هيبقى عباره عن كده اربع مربعات بالظبط 2 باي 2. طب ازاي بنعملها؟ طب لحد هنا فاهمين؟ عشان لو تهتوا من هنا تو بقيت البتاع. فلحد هنا فاهمين ولا في لخبطه؟ لا تمام. ها المفروض يا جماعه انا بعمل ملتبلاي بعمل النمبر اوف روز بعمل كل رو ملتبلاي كل كولم. يعني هنا مثلا ده الفيرست رو فوق فوق انا مش بقول فوق دي من عندي فوق دي ركزوا عليها الفيرست رو فوق مع الكولم اللي على الشمال يبقى الريزلت بتاعهم هيتكتب فين؟ فوق على الشمال اهو اللي هو فيرست رو فيرست كولم. طب بعدين الرو اللي فوق مع الكولم اللي على اليمين يبقى الريزلت يتكتب فين؟ فوق على اليمين هنا. طب وبعدين الرو اللي تحت مع الكولم اللي على الشمال يبقى الريزلت هيتكتب فين؟ تحت على الشمال. الرو اللي تحت مع الكولم اللي على اليمين يبقى الريزلت هيتكتب تحت على اليمين. يلا نخلص حاجه حاجه. الرو اللي فوق مع الكولم اللي على الشمال يلا بينا. 3 باي 4
12 plus 4 by 0 0 plus 1 by 2 2 12 0 2 14 خلصنا اول واحد. يلا الرول اللي فوق بس مع الكولم اللي على اليمين. يلا هيكتب فين الريزلت؟ هنا على اليمين فوق. 3 by 5 15 plus 4 by 6 24 plus 1 by 7 the 7 24 و7 31 و15 46. خلصنا تاني واحد. يا رب تكونوا فاهمين مش ملخبطين. الرول اللي تحت مع الكولم اللي على الشمال هنكتبه تحت على الشمال يعني هنا. يلا 2 by 4 ادي 8 plus 8 by 0 ادي 0 plus 6 by 2 ادي 12 12 و8 و0 دي 20. الرول اللي تحت مع الكولم اللي على اليمين 2 by 5 10 8 by 6 48 6 by 7 42 48 و42 90 90 و10 100. وبكده بقى انا عملت ماتريكس A باي ماتريكس B. ها مفهوم يا جماعه؟ مستر، هو السؤال ده بيجي في امتحان بيبقى عامل ازاي شكله؟ بص انت هنا ممكن يجيب لك ايه؟ يقول لك هو بيجيب لك حاجه زي كده ويقول لك انت عايز الاي باي بي ايه تايمز بي وشوف. بس انت طبعا هنا تبقى ذكي يعني تخلص اول واحده وتبص في التشويسز. انا خلصت دي مثلا لقيتها 14 ابص في التشويسز لو ما لقيتش غير في واحده فيها 14 تبقى هي الانسر. فاهمني؟ تمام. ودايما بيلعب على حته ايه؟ حته ان انا عندي ماتريكس اي. ماتريكس اي ده كام باي كام؟ يقول لي مثلا 3 باي 2 وماتريكس بي ام باي 5 ايا كان ام باي 2 برضو. كلام جميل؟ كلام جميل. يقول لي الام دي تبقى بكام؟ يسالني يقول لي ايه؟ سؤال مهم ده. الام دي بتبقى بكام علشان اقدر اني انا اعمل اي تايمز بي؟ اقول له يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ هتفتكر انت بقى كلامي. تقول لي انا كنت قايل لكم ان انا عشان اقدر اصلا ان انا اعمل ايه تايمز بي لازم دول اللي من جوه دول مقابلين بعض يبقوا ايكوال لبعض. يبقى بالتالي لازم الام تبقى بكام؟ ب2. طب ممكن يجي يسالني التاني يقول لي طب هل انا اقدر اعمل بي تايمز اي؟ اقول له لا والله انت مش هتقدر تعمل كده ابدا. هيقول لي ليه؟ هقول له انت عندك البي عباره عن ام باي 2 والايه عباره عن 3 باي 2 مبدئيا هم عنده اللي جوه من هنا مش ايكوال لبعض. بالتالي نو واي انت تعرف تعمل مالتبلاي. اصل انت في الماتريكس خلي بالك انت هنا عملت حته خطيره اللي انا هقولها دي. انت هنا عملت اي باي بي. هل تعتقد ان بي تايمز اي هيطلع هو الريزلت؟ لا طبعا. ده بي تايمز اي لو انا عايز اعمل ماتريكس بي هو اللي تايمز ماتريكس اي ممكن ما يطلعش اصلا ينفع يتعمل. تعال نجربه كده. ادي ماتريكس بي اهو 4 5 0 2 6 7 ملتبلاي باي. لو انا عايز اعمله ملتبلاي باي ماتريكس A اللي هو 3 4 1 2 8 6. تعالوا نشوف كده ده كام باي كام. ماتريكس B عباره عن 3 باي 2 ماتريكس A عباره عن 2 باي 3 ماشي. لا ينفع نعمله ملتبلاي عادي. ليه؟ لان لقيت ان اللي جوه دول مالهم يا جماعه؟ مالهم يا جماعه؟ ايكوال لبعض. مفهومه؟ طب والريزلت بتاعهم هيبقى ايكوال كام باي كام؟ هيبقى عباره عن ماتريكس كام باي كام؟ المتبقي من هنا مع المتبقي من هنا يعني هيبقى عباره عن كام باي كام؟ 3 باي 3. تيجوا نعملها؟ يلا هيبقى الريزلت بتاعي عباره عن 3 باي 3 يعني هيبقى عندي ادي 1 2 3 وادي 1 2 3 وادي 1 2 3 كده 3 باي 3. يلا بينا نشوف ماتريكس بي تايمز ايه. احنا طلعنا ايه تايمز بي اهي خلصناها. تعالوا نشوف بقى هنعمل بي تايمز ايه. تعالوا هو حق ينفع تعمل بالكالكوليتر صح؟ نعم ينفع تعمل بالكالكوليتر صح؟ الماتريكس؟
تعملها بتعرف تتعامل، هتعرف تدخل الداتا دي كلها على الكالكوليتر. انت اصلا مش محتاج ان انت تعمل كله، خلي بالك انت بعينك كده المفروض تعمل اول واحده وتشوف التشويسز. يعني انا هنا مش هحتاج ان انا اعمل كل حاجه يا جماعه، انا هنا ممكن بعيني اعمل ده ملتبلاي باي ده، هنعمل كل رو ملتبلاي باي كل كولم. انت هنا الرو الاولاني مع الكولم الاولاني، يلا 4 باي 3 12 بلس 2 تايمز 5 ب 10، 12 و10 22. فانا هدور على التشويس اي واحد اوله 22 بقى دي الانسر. الغلاسه بتاعته اللي هو جاب لك كذا واحد بقى اوله 22. انا هبتدي اشتغل كله. هبتدي اشتغل تاني واحد، تاني داتا اجيبها ازاي؟ الرول الاولاني مع الكولم التاني يا جماعه. 4 باي 4 16، 5 باي 8 40، 40 و16 56 اهي. ادور على اي واحد او تاني واحد 56. طب اشمعنى انا كتبتها هنا؟ عشان ده الرول اللي فوق فكتبته في الرول اللي فوق مع الكولم اللي في النص فكتبته في الكولم اللي في النص. يعني ايه المشكله يا جماعه؟ شايفها سهله والله. وبعدين هنا الرول الاولاني مع الكولم اللي على اليمين خالص، يبقى الريزلت هيتكتب فوق على اليمين. يعني هنا 4 باي 1 ب 4، 5 باي 6 ب 30، 34 34. الرو الثاني اللي في النص يعني مع الكولم الاولاني، يبقى كده هيتكتب هنا الرو اللي في النص كولم الاولاني 0 باي 3، 0 بلس 6 تايمز 2 ب 12، 0 و12 ب 12. طبعا انت ما بتشتغلش كل ده، انت بتشوف الانسر وخلاص، بتشوف اني واحد فيهم اللي بيبتدي في دول وخلاص، ده بي تايمز ايه. اتفقنا يا جماعه؟ هل ايه تايمز بي طلعت هي بي تايمز ايه؟ لا طبعا. يبقى في الماتريكس ايه تايمز بي غير بي تايمز ايه. ممكن يجيب لي ان ماتريكس اي يا مهند عباره عن 3 باي ام، وماتريكس بي عباره عن 4 باي 2، ويقول لي تو بي ديفايند، يعني عشان تبقى ديفايند، عشان ينفع نعمل كده، عشان ينفع نعمل لهم ملتيباي لازم الام تبقى بكام؟ اقول له وانا عشان ينفع اعمل لهم ملتيباي لازم اللي جوه دول يبقوا ايكوال لبعض، يعني لازم الام تبقى بكام؟ 4. فيها مشكله يا جماعه؟ ها طيب هنيجي بعد كده للديترمنت. الديترمنت عندنا المفروض ان احنا عندنا الديترمنت ازاي تجيب الديترمنت في الايه؟ في ال 2 باي 2 ماتريكس. بس هو جاب سالني كمان على الديترمنت في ال 3 باي 3 ماتريكس كمان في كذا في الامتحان اللي قبل اللي فات، فمضطرين ان احنا برضو نتعلم نجيبها. خلاص هي سهله ان شاء الله. الديترمنت بتاع ال 2 باي 2 ماتريكس الاول هو ان انا بيبقى عندي ماتريكس 2 باي 2 ادي ايه مثلا بي سي دي. فماتريكس الماتريكس اللي هو 2 باي 2 ماتريكس ده عشان اجيب الديترمنت بتاعه، كل الحكايه ان انا بعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. يعني الديترمنت بتاعي بيبقى اي دي ماينس بي سي. المشكله يعني مثلا انا عندي 4 2 1 5 وانا عايز اجيب الديترمنت، بجيب الديترمنت ازاي؟ ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. فمش اختراع، بيبقى سؤال هدية. 4 تايمز 5 ب 20 ماينس 2 تايمز 1 اللي هو 2، 20 ماينس 2 ادي 18. وشكرا على كده. في اي اختراع مش عايز اضيع وقت فيها كتير عشان اشتغل ال 3 باي 3. حد مش فاهم دي؟ نعمله دول تايمز بعض اي دي ماينس بي سي، ايه المشكله؟ ها؟ طيب خلي بالكوا دول اللي تايمز بعض الاول، بالله عليكم محدش يعمل لي دول الاول. دول اللي تايمز بعض اللي في الفيرست رو فيرست كولم من الاول مع اللي في السكند رو سكند كولم ماينس اللي في الايه؟ اللي في الفيرست رو سكند كولم مع اللي في الايه؟ مع اللي في السكند رو فيرست كولم. خلاص؟ طيب نيجي للماتريكس اللي هي 3 باي 3. ال 3 باي 3 دي يا جماعه لازم تتعلم بقى واحدة واحدة، ممكن تتعبنا شوية بس لو تركزتوا هتعملوها بسهولة. ممكن اديكوا الاكزامبل على طول عشان ما تتوهوش. يعني عندي دي 1 عشان ما ادخلكوش في حروف كتير، 1 2 3 مثلا 4 5 6 7 8 9. ده 3 باي 3 ماتريكس مش كده؟ ده 3 باي 3 ماتريكس مش كده؟
بمسك كده اول يا جماعه رو، بمسك اول رو بكتب ادي 1 حلو، وافتح بعده ايه ماتريكس. مش هتكفي مش هتكفي، يبقى انا في 3 باي 3 ماتريكس، 2 باي 2 ماتريكس، عرفنا ديتيرمنت خلاص. 3 باي 3 ماتريكس بقى بمسك اول رو كده حلو، واكتب ايه، واخد اول رقم فيه اللي هو ال 1، وبنفتح ماتريكس بعديه صغيره، وبنعمل ماينس واخد تاني رقم اللي هو مين، تاني رقم في اول رو اللي هو ال 2، وبنفتح ماتريكس صغيره، وبنعمل بلس واخد تالت ماتريكس، انا اسف تالت رقم، تالت رقم في الرو اللي هو 3، وافتح ماتريكس صغيره. طب وبعدين يعني لحد هنا انتوا فاهمين ولا لا؟ يبقى باخد اول رو، باخد اول رقم فيه اكتبه، بعدين افتح ماتريكس بعديه، بعدين ماينس واخد تاني رقم فيه اكتبه، بعدين افتح ماتريكس بعديه، بعدين بلس واخد تالت رقم فيه، بعدين افتح رقم افتح ماتريكس بعديه. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب انا لما خدت ال1 ده اشطب لي الكولم بتاعه والرو بتاعه، فمتبقي لي ايه؟ متبقي لي 5 6 8 9، هما دول اللي اكتبهم هنا. لما خدت ال1 يعني تاني، لما خدت ال1 المفروض ان انا باخده المفروض ان انا باخد ال1 اهو، بشطب الرو بتاعه والكولم بتاعه، تبقي لي 5 6 8 9، هما دول اللي هكتبهم في الماتريكس اللي بعد ال1. 5 6 8 9. طب لما خدت ال2 هشطب برضو الرو بتاعه، الكولم بتاعه والرو بتاعه، يتبقى لي ايه؟ 4 6 7 9، هما دول اللي هكتبهم في الماتريكس بتاعه. 4 6 7 9. طب ولما خدت ال3 هشطب برضو الكولمن بتاعه والرو بتاعه، هيتبقى لي ايه؟ 4 5 7 8، دول اللي هكتبهم في الكولمن اللي بعده. 4 5 7 8. وبعدين يعني هات لي الماتريكس بتاع ده، الماتريكس بتاع 2 باي 2 ده بقد ايه؟ تعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. 5 تايمز 9 ب 45، ماينس 6 تايمز 8 ب 48، صح كده؟ 45 ماينس 48 بنيجاتيف 3، يبقى القصه دي كده كلها بنيجاتيف 3، افتكروا بقى. ماينس 2 تايمز، هات لي الماتريكس ده الديترمنت ده، 4 تايمز 9 ب 32 36، ماينس 6 تايمز 7 ب 42 36 ماينس 42 عشان يديني نيجاتيف 6، يعني ممكن دي شيلها كده مكانها نيجاتيف 6. ده نفس الكلام، هات الديترمنت 4 تايمز 8 ب 32 ماينس 5 تايمز 7 ب 45، جميل؟ ب 35، فانا اصبح عندي 32 ماينس 35 يعني نيجاتيف 3، فاصبحت بس كل اللي محتاج اعمله 1 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3، ماينس 2 تايمز ماينس 6 ببلس 12، بلس 3 تايمز ماينس 3 بماينس 9، نيجاتيف 3 ماينس 9 بنيجاتيف 12، بلس 12 بزيرو. اجين اجين طبعا اجين طبعا، ركزوا يا جماعة، مهند لؤي ملك قاسم، سامعيني؟ تمام. طيب يبقى أنا دلوقتي يا جماعة باخد، بمسك أول رو، باخد الأرقام بتاعته بكتبها كده، أدي 1 أدي بس 1، وبعدين بفتح بعده ماتريكس كده، وبنعمل ماينس وأكتب الرقم التاني 2 وأفتح بعده ماتريكس، وبعدين بعمل بلس، ومحدش ينسى ان هنا ماينس وهنا بلس، وانا اكتب 3 اللي هو التالت رقم وافتح بعده ماتريكس. طب وبعدين انا يا جماعه لما باخد ال1 ده المفروض بشطب الرو بتاعه والكولم بتاعه، يتبقى لي 5 6 5 6 8 9، هم دول بكتبهم هنا بعد ال1، جميل؟ اهو اللون المستفز ده اشيله معلش، 5 6 8 9. لما باخد ال2 المفروض بشيل الروبت الكولم بتاعه والروب بتاعه، يبقى لي 4 6 7 9، هم دول هكتبهم في الماتريكس اللي بعد ال2. 4 6 7 9. لما باخد ال3 المفروض بشطب الكولم بتاعه والروب بتاعه، فيتبقى لي 5 4 5 7 8، فبكتب هنا 4 5 7
8. وابتدي بايزي بقى بالطريقه اللي انا اتعلمتها فوق، اجيب اجيب الديترمنت بتاع ده. ده تايمز ده 5 تايمز 9 ب 45 ماينس 6 تايمز 8 ب 48، 45 ماينس 48 يطلع ده كده كله بنيجاتيف 3. هنا اجيب الماتريك الديترمنت بتاع ده 4 تايمز 9 ب 36 ماينس 6 تايمز 7 ب 42، 36 ماينس 42 عشان يديني نيجاتيف 6، فاشيل ده كده كله واكتب نيجاتيف 6. هنا برضو 4 تايمز 8 ب 32 ماينس 5 تايمز 7 ب 45 ب 35، 32 ماينس 35 بنيجاتيف 3، ف 1 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3، نيجاتيف 12 تايمز نيجاتيف 6 بلس 12، و 3 تايمز ماينس 3 بماينس 9، ماينس 3 ماينس 9 بماينس 12 بلس 12. دي مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ ها؟ مفهوم يا جماعه؟ حد ملخبط في حاجة؟ ها؟ طيب ريست بس 5 مينتس ونكمل. خدوا نفسكم يا جماعة 5 دقايق ونكمل. البارامتريك ايكويشنز بتاعت الاليبس والهايبر بولا والبولر كوردينت بيس ريكتانجلر كوردينت. طيب ايه البارامتريك ايكويشنز؟ اول بارامتر احنا يا جماعه عندنا الايكويشن بتاعت السيركل عامله كده، اكس ماينس اتش باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 ايكوال ار باور 2، دي الستاندرد فورم بتاعت السيركل. طب بالنسبه للاليبس قال لك الاليبس فيه شكلين، يعني هي ايكويشن واحده بس بتختلف على حسب الاليبس، بتبقى الونجيتد الونج الاكس او ستريتشد الونج الاكس اكسس، او عندها ميجر هوريزونتال اكسس، او عندها ميجر فيرتيكال اكسس، يعني الاكسس بتاعها الميجر الكبير فيرتيكالي. طيب شكلهم عامل ازاي؟ قال لك اكس ماينس اتش باور 2 اوفر اي باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 اوفر بي باور 2، كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال 1. ده كده اول فورم، اول شكل للايه؟ للاليبس. الايه يا جماعه قبل ما اقول التو فورمز او الاليبس، الايه يا جماعه كده كده لازم تبقى عارف ان الاي اكبر من البي، يعني اللي انا برمز له بايه ده الرقم الاكبر، فانا هنا الرقم الاكبر هو اللي تحت الاكس، فبالتالي هنا هتلاقي ان الاليبس الونجيتد الونج الاكس هتلاقيها عامله كده. ده بالنسبه لاول فورم ده، لان الرقم الكبير تحت الاكس، فبالتالي هي elongated along the x-axis، يعني هي بتعمل كده elongated along the x-axis. طيب لو جينا للشكل الثاني، الشكل الثاني هي بالظبط، بس حد يقول لي ايه الفرق كده؟ لما اجي اقول لك x minus h power 2 over b power 2 plus y minus k power 2 over a power 2 equal 1، هتقول لي ايه ده؟ ده كل الحكايه ان انت بدل ما كتبت الـ a تحت الـ x كتبت الـ a هي اللي تحت الـ y. فهنا تلاقي الشكل بتاع الاليبس بقى بالطول كده، elongated along الواي، او بمعنى ادق الميجر اكسس بقى vertically. ده بالنسبه للاليبس. طب الاليبس احنا بنطلع كام حاجه فيها؟ قال لك انت بتطلع، لازم تتعلم في الاليبس في الفورم دي مثلا x minus h باور 2 over a باور 2 plus y minus k باور 2 over b باور 2 equals 1. بتطلع السنتر، السنتر اللي هو مين ومين، بعكس اللي جوه، مش ده نيجاتيف اتش بخليه اتش، مش ده نيجاتيف كي بخليه كي، السنتر بتاع الاليبس هو زي السيركل، ايزي جدا. طب بعد كده بطلع السيمي ميجور اكسس، هتقول لي ايه السيمي ميجور ده؟ هقول لك هو انا دلوقتي مش عندي ميجور اكسس، ده اسمه ميجور اكسس، انما اللي انا هرسمه دلوقتي بالاصفر ده كده بالطول ده اسمه ماينور، هو الصغير حتى يا جماعه. نص السيمي ميجور ده اللي هو نص السيمي ميجور بنسميه، انا اسف، نص الميجور اكسس ده كله، ده كده اسمه الميجور اكسس كله، نصه بنسميه سيمي ميجور. السيمي ميجور ده اللي هو الاي، هتقولي يعني الاي باور 2 ده مش الاي باور 2، لا هتعمل تحت، تعمله تحت الروت عشان تطلعه. يبقى السيمي ميجور الثاني هو كمان ايه؟ ايوه كمان. يبقى الميجور اكسس كله بكام؟ ب 2 اي. طيب السيمي ماينور الحته دي بكام؟ ب بي. يبقى السيمي ماينور الثاني
ببي، يبقى الماينور اكسس كله بكام؟ ب2 بي. يبقى انا يا جماعه بعمل ده تحت الروت فطلع الاي، فالاي ده هو السيمي ميجور، وبطلع واعمل ده تحت الروت فطلع البي، فالبي ده هو السيمي ماينور. لو عايز الميجور كله اقول له 2 اي، لو عايز السيمي الماينور كله اقول له 2 بي. ايزي جدا، ما فيهاش حاجه. السنتر بنجيبه ازاي؟ مش بعكس اللي جوه اتش اوكي. فالموضوع بسيط. يعني انا لو جيت قلت لك اكس ماينس 3 باور 2 اوفر 16 بلس او اوفر 25 بلس واي ماينس 2 باور 2 اوفر 16 ايكوال 1، يلا نطلع كل حاجه. السنتر عندها عكس اللي جوه، مش ده نيجاتيف 3 خليه 3، مش ده نيجاتيف 2 خليه 2. طب الاي باور 2 هو الكبير ب 25، لما الاي باور 2 ب 25 يبقى الاي بكام؟ بروت 25 اللي هو 5، يبقى 2 اي بكام؟ 2 تايمز 5 اللي هو ب 10. البي باور 2 هو الصغير ب 16، لما البي باور 2 ب 16 يبقى البي بكام؟ روت 16 ب 4، يبقى 2 بي بكام؟ ب 8. لو سالني على السيمي ميجور اقول له 10 لان هو ده 2 اي، لو سالني على السيمي ماينر اقول له 8. انا اسف، لو سالني على الميجور كله اقول له 10، لو سالني على الماينر كله اقول له 8، انما لو سالني على السيمي ميجور اقول له 5، لو سالني على السيمي ماينر اقول له 4. حاجة أخيرة، بنجيب حاجة اسمها الفوكاي. الفوكاي دي بنجيبها إزاي؟ لازم نجيب حاجة اسمها السي الأول. أنا دلوقتي مثلا الإليبس بتاعتي أهي، الإليبس بتاعتي السنتر بتاعها عند 3 و 2 يعني هنا، جميل؟ اللي عند 3 و 2 أهو، السيمي ميجور همشي كده، السيمي ميجور بكام قلنا؟ ب 5، همشي كده 5، فأوصل بوينت دي وامشي كده 5، اوصل هنا. سيمي ماينور قلنا ان هي 4، فهطلع فوق 4 وانزل تحت 4. لما اجي ارسم الاليبس بتاعتي هتبقى عامله كده، وهتلاقي ان وهتلاقي ان الفيرتيسز بتاعتها، انت هنا الحته دي 5، الحته دي 5، الحته دي 4، الحته دي 4. فانا الفيرتيسز بتاعتها اهي يا جماعه، ده الفيرتكس وده الفيرتكس. نطلعها ازاي؟ انا عندي 3 و2 مشيت 5 كده، فبقت عندي 8 و2. اللي هيركز قوي هو اللي هيفهم دلوقتي، لان كلنا تعبنا، فحاولوا تركزوا دي على نفسكم معلش. انا هنا عندي 3 و2 جينا 5، مشيت 5 للشمال، فهتبقى نيجاتيف 2 2. ايه هم دول التو فيرتيسز بتوعي؟ طب مش عايز الفيرتيز، عايز حاجه اسمها الفوكاي. اقول لك لا، الفوكاي دي لازم تجيب لي السي. تقول لي ايه السي دي؟ اقول لك رول. ازاي؟ روت اي سكوير ماينس بي سكوير. طب الاي سكوير بكام؟ ب 25. طب والبي سكوير بكام؟ ب 16. 25 ماينس 16 9، روت 9 ب 3، يبقى السي ب 3. طب السي ب 3 هجيبها ازاي؟ فوكاي. الفوكاي دول عباره عن 2 بوينتس يا جماعه، اخد من عند السنتر كده واتحرك على الميجور اكسس. فين الميجور اكسس؟ الفيرتيكالي ولا الهوريزونتالي؟ اكيد الهوريزونتالي هنا، يبقى اتحرك يمين وشمال. طب اتحرك كام يمين وكام شمال؟ اتحرك سي لليمين وسي للشمال. طب السي بكام؟ قال لك السي ب 3، يبقى اتحرك 3 لليمين، فال 3 2 دي ال 3 هي اللي هتزيد تبقى 6، واتحرك 3 للشمال فبقى عندي 0 2. فالفوكاي بتاعتي عندي 0 2 و 6 2. بس يا جماعه ده بالنسبه للاليبس. بالنسبه للهايبر بولا، فالهايبر بولا الايكويشن بتاعتها اكس ماينس اتش باور 2، اكس ماينس اتش باور 2 اوفر اي باور 2 ماينس واي ماينس كي باور 2 اوفر بي باور 2 ايكوال 1. الفرق ما بينها ان في الماينس ده، وفي برضه عندي 2 فورمز. الهايبر بولا عندي يا اما الهايبر بولا بتاعتي زي الكيس دي هنا البوزيتيف، هنا بقى اللي بيحدد لي الهايبر بولا بتاعتي، يا اما عامله كده اوبن ليفت ورايت، يا اما عامله كده اوبن اب وداون. طب مين اللي بيحدد لي؟ مش الاي والبي بقى اللي بيحدد لي هنا حاجه، انما ايه؟ الواي فاليو هنا عندها نيجاتيف فاليو، انما الاكس فاليو هي بالبوزيتيف. طالما الاكس هي بالبوزيتيف تبقى اوبن الونج الاكس. طب اوبن الونج الاكس دي يبقى اوبن ايه؟ ليفت ورايت، لان هو ده الاكس اكسس. يبقى انا اللي عنده بوزيتيف فاليو هو الاكس، مش الواي، لان الواي بص النيجاتيف يخش عليه. فهنا اللي عنده بوزيتيف فاليو هو الاكس، يبقى اوبن الونج الاكس، يبقى اوبن يمين وشمال، يبقى اوبن تو ذا ليفت وتو ذا رايت، يعني كده. طب ليها سنتر؟ اه السنتر بتاعها اتش اوكي. طب ليها ايه تاني؟ ليها حاجه اسمها ترانفيرس اكسس وكونجكت اكسس. طب ماشي، يبقى انا دلوقتي عندي حاجه، يبقى انا دلوقتي عندي الاتش والكي بجيبهم، الاتش والكي اللي هو السنتر، جميل. وبعد كده عندي حاجه اسمها الترانسفيرس اكسس والكونجكت اكسس. برضو هنا بطلع الاي يا جماعه وبطلع البي. الترانسفيرس اكسس هو اللي بيوصل لي التو فيرتيسز ببعض، يعني هو اللي بالعرض هنا،
اما الكونجكت اكسس فده بطلع لفوق بي وبنزل لتحت بي، مش هتتفهم غير باكزامبل. لو جيت قلت لكم اكس ماينس 2 او اكس باور وحدها باور 2 اوفر 9 ماينس واي باور 2 اوفر 16 ايكوالز 1، هتقول لي ايه ده كده الهايبر بولا بتاعتي دي اوبن ليفت ورايت ولا اب وداون؟ اقول لك على حسب مين اللي بوزيتيف، الاكس هو اللي بوزيتيف الواي بالنيجاتيف، يبقى طالما الاكس هو اللي بوزيتيف يبقى اوبن ليفت ورايت الونج الاكس. طب السنتر بتاعي عند كام وكام؟ هنا ده اكس ماينس 0 باور 2 وهنا ده واي ماينس 0 باور 2، ده السنتر بتاعي عند الاوريجن. طب امشي لليمين كام وللشمال كام؟ قال لي امشي اي لليمين واي للشمال. جميل، يبقى انا همشي يا جماعه الاي هو الكبير فانا همشي 4 كده وامشي 4 كده، لان الاي باور 2 ب 16 يبقى الاي بكام؟ الاي باور 2 ب 16 يبقى الاي 4، يبقى اتحرك 4 كده واتحرك 4 كده وابتدي ارسم الهايبر بولا بتاعتي. اول سنتر دي انا هنا خلي بالكم السنتر بتاعي عند 0 0، اول فيرتكس دي هتبقى عند كام وكام؟ تبقى عند انا مشيت 4 كده ومشيت 4 كده فتبقى عند نيجاتيف 4 و 0. هنا دي هتبقى عند كام وكام؟ 4 و 0. طب ده اسمه ايه كله؟ ده اللي بالاسود ده كله كده بيوصل التو فيرتيسز ببعض. معلش تعالوا نفسكم انا عارف تعبتوا، اللي بيوصل التو فيرتيسز ببعض دول اسمه ايه؟ اسمه ترانزفيرس اكسس. ده بكام بقى؟ 4 و 4 8. طب اطلع فوق قد ايه وانزل تحت قد ايه؟ قال لك اطلع فوق الكونجكت اكسس يا جماعه ب 2 بي، البي ب 3، اطلع فوق 3 وانزل تحت 3. جميل، فطبعا البي ده بي باور 2، بي باور 2 ب 9 يبقى البي ب 3. يبقى لو طلب مني الكونجكت اكسس كله اقول له 3 و 3 6. انت الكلام ده مش محتاج ترسم حتى، انت محتاج تعرف بس ان الاي باور 2 ب 16 البي باور 2 ب 9 يبقى الاي ب 4. يبقى لو طلب مني الترانزفيرس اكسس كله اقول له 2 تايمز ايه؟ يعني 2 تايمز 4 اللي هو 8، يبقى البي ب 3. لو طلب مني الكونجكت اكسس كله هقول له 2 تايمز 3 اللي هو 6. جميل يا جماعه، جميل يا جماعه، ده ب 3 وده ب 3. عندي حاجه اسمها بس بيطلبها مني هنا بعد اذنكم معلش، اسمها الاسم بتوتس بتاعته. الاسم بتوتس بتاعته بتبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ الاسم بتوتس بتبقى عباره عن واي ايكوال، واي ايكوال لو كانت الهايبر بولا اوبن ليفت ورايت زي هنا كده يا جماعه تبقى واي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف بي اوفر اي في اكس ماينس اتش بلس كي. لو كانت الهايبر بولا اوبن اب وداون هيبقى واي ايكوال positive or negative a over b في x minus h plus k. دول الاسم بتوتس بتاعت الهايبر بولا. يعني انا الهايبر بولا بتاعتي دي اللي انا شرحت فيها دي، لو انا عايز الاسم بتوتس بتاعتي فانا عارف ان البي بي 3 وعارف ان الاف 4 وعارف ان الاتش والكي كل واحد فيهم بزيرو، السنتر بزيرو زيرو، فممكن اقول له y equal positive or negative b over a يعني 3 over 4 في x minus h، الاتش بزيرو والكي بزيرو يبقى 3 اوفر 4 اكس، واي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اوفر 4 اكس. فيها حاجه دي يا جماعه؟ كل قصه في الحفظ بس انت تبقى حافظ لي الكلام ده. طب هذه الاسم بتوتس بيتجاب ازاي؟ خلاص يا جماعه؟ طيب عندي بعد كده بقى البارامتريك، الكلام ده كله في الاليبس والهايبر بولا دي في الاي سي 1 عشان كده ما اضغطش عليهم قوي لان الكلام ده بعيده في الريفيجن بتاعت اي سي 1. جميل؟ طيب بالنسبه للبارامتريك بقى ايكويشنز في الاليبس والهايبر بولا، هنا يا جماعه البارامتريك ايكويشنز دول انتوا تركزوا فيهم. انا عندي في البارامتريك ايكويشنز هيجيب لي ايكويشن عامله كده يا جماعه، يقول لي مثلا ايه عشان تبقى متخيل بس، السؤال بيبقى ايزي جدا عشان تبقى عارف، لو انت لقطته خلاص يعني انت لقطت الفكره دلوقتي معايا خلاص. انا بس هنا البارامتريك ايكويشن بيقعد يبقى اخر حاجه يا جماعه، هقف عند البارامتريك ايكويشن هيبقى فاضل لي تو توبكس المره الجايه خلاص. طيب البارامتريك ايكويشنز انا عندي هيقول لي الايكويشنز بتاعت الاليبس او الهايبر بولا او السيركل عن طريق تريجنومتريكال فانكشنز. طب لازم في تو رولز اساسيين لازم ابقى حافظهم قبل ما اشرح الدرس ده. ايه التو رولز الاساسيين في التريجنومتري؟ ساين اي انجل باور 2 بلس كوزاين نفس الانجل باور 2 ايكوالز 1، ده اول رول. اني رول سيك اي انجل باور 2 ماينس 10 نفس الانجل باور 2 ايكوالز 1 برضه. طب عايز اقول ايه انا؟ عايز اقول لك ان هو ممكن يجيب لك ايكويشن زي كده يقول لي اكس ايكوال ار ساين تي بلس اتش واي ايكوال ار كوزاين تي بلس كي، ويجي يقول لي هي البارامتر دول كده اسمهم بارامتريك ايكويشنز. يقول لي هم البارامتريك ايكويشنز دول بتوع ايه؟ بتوع اليبس، بتوع انهي واحد في الكونيك سيكشنز؟ الكونيك سيكشنز دول اللي هم الاليبس والسيركل والهايبر بولا والسفير.
طب اني واحد في الكونيك سيكشنز؟ هتقول لي هتيجي انت تسأل نفسك كده لو مش عارف، تقول ايه علاقة الساين وكوزاين، ايه العلاقة بتاع ده مع السيركل والايكويشن، السيركل ايكويشن والاليبس ايكويشن والهايبربولا؟ هقول لك هنا، ركز بس معايا كده وهتفهم. انت هنا لو وديت ده هناك بالماينس هيديك اكس ماينس اتش، صح؟ يبقى اكس ماينس اتش ايكوال ار ساين تي. طب هات الار هناك، هنا بالديفايدد، هتبقى اكس ماينس اتش اوفر ار، اكس ماينس اتش اوفر ار ايكوال ساين تي. اعمل بوث سايدز باور 2، يعني ده باور 2 وده باور 2، فده هيديني اكس ماينس اتش باور 2 اوفر ار باور 2 ايكوال ساين تي باور 2. صح الكلام ده ولا لا؟ صح. يبقى انا كل اللي وصلت له دلوقتي بعد كل القصه دي، بعد ما فكيت الايكويشن الاولانيه، البارامتريك ايكويشن الاولانيه دي، وصلت ل ان اكس ماينس اتش باور 2، اكس ماينس اتش باور 2 اوفر ار باور 2 كل ده ايكوال ساين تي باور 2. نفس الكلام ده هعمله في الايكويشن الثانيه، هجيب الكي دي هنا بالماينس فتبقى واي ماينس كي، بنقسم على الار فتبقى واي ماينس كي على الار ايكوال كوزاين تي، هعمل باور 2 باور 2 فتبقى واي ماينس كي باور 2 اوفر ار باور 2 ايكوال كوزاين تي باور 2. طب انا مش عندي رول فوق بيقول ان اي انجل باور 2 ساين اي انجل باور 2 بلس كوزاين نفس الانجل باور 2 ب 1؟ اه، يبقى ده باور 2 بلس ده باور 2 ب 1 لان نفس الانجل اللي هي تي، يبقى اصبح برضو اكس ماينس اتش باور 2 اوفر ار باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 اوفر ار باور 2 برضو ب 1. فاصبحت الايكويشن عامله كده، اكس ماينس اتش باور 2 اوفر ار باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 اوفر ار باور 2 ايكوالز 1. طب انا عايز اطير الار دي، يبقى اعمل بوث سايدز ملتبلاي باي ار باور 2. بقول لكم جت منين بس مش عارف، يعني انتوا هقول لكم تجيبوا المساله على طول ازاي. فده هيطير مع ده، ده هيطير دول، هتبقى اكس ماينس اتش باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 ايكوالز 1 تايمز ار باور 2 اللي هو ار باور 2. وشكرا على كده، تبقى انا وصلت للايكويشن بتاعت الايه؟ السيركل. طب يجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لي لو انا عندي ايكويشن اكس ايكوال ار 2 ساين 30 بلس اتش بلس 4 مثلا، وعندي y equal 3 كوزاين 30 بلس 8، يقول لي هي الايكويشن دي بتاعت ايه؟ البارامتريك ايكويشنز دول بتوع ايه؟ بتوع اليبس ولا بتوع هايبر بولا ولا بتوع سيركل ولا بتوع ايه؟ هقول له تعالى كده ثانيه، هيقول لي، هقول له انا عندي ساين وكوزاين، انا العلاقه ما بين الساين والكوزاين اللي انا حافظها كانت ما بينهم بلس. هيقول لي تمام. هقول له انا الهايبر بولا الايكويشن بتاعتها ماينس، يبقى اقول له هي مش هايبر بولا طالما ساين وكوزاين، طالما لقيت ساين وكوزاين يبقى مش هايبر بولا، امال هي ايه؟ يا اليبس يا ايه؟ يا سيركل. لو لقيت ان الرقمين دول مختلفين اوتوماتيك تبقى اليبس، لو لقيت ان الرقمين دول زي المساله دي زي بعض اوتوماتيك تبقى سيركل. تعالوا نشوف ازاي دي هتبقى اليبس، تعالوا نشوف ازاي دي ممكن تبقى اليبس. هودي ده هناك بالماينس الفور، يا رب اكونش بكلم نفسي معايا يا جماعه، تبقى اكس ماينس 4 ايكوال ايكوال 2 ساين 30 اوفر 2 ايكوال ساين 30، اعمل باور 2 هنا وباور 2 هنا، فتبقى اكس تبقى ساين 30 هنا باور 2، وهنا تبقى اكس ماينس 4 اوفر 2 باور 2، يعني اكس ماينس 4 باور 2 على 2 باور 2 اللي هي 4، فتبقى ساين 30 باور 2 ايكوال اكس ماينس 4 باور 2 اوفر 2 باور 2 اللي هي 4 ايكوال ساين 30 باور 2. نفس الكلام ده بالظبط اعمله في الثانيه، هجيب ده هنا بالماينس فتبقى واي ماينس 8 اوفر 3 عشان اطلع كوزاين 30 اوفر 3 كده، بقى انا طلعت الايه؟ الكوزاين 30. طب انا عايز اخليها كوزاين 30 باور 2، يبقى اعمل هنا باور 2 وهنا برضو باور 2، 3 باور 2 ب 9 كل ده ايكوال كوزاين 30 باور 2. طب انا عندي رول بيقول ان الانجل دي كوزاين اي انجل باور 2 بلس ساين نفس الانجل باور 2 ب 1، يبقى هجمع بقى، يبقى برضو ساين الانجل باور 2 اللي هي اكس ماينس 4 باور 2 اوفر 4 بلس كوزاين الانجل باور 2 اللي هي واي ماينس 8 باور 2 اوفر 9 ايكوال 1. فاصبحت الايكويشن عامله كده، اكس ماينس 4 باور 2 اوفر 4 بلس واي ماينس 8 باور 2 اوفر 9 ايكوال 1. شكرا على كده يا جماعه، يبقى انا عندي اصلا ايه؟ اليبس. هيقول لي الونجيتد الونج ايه؟ اقول له الونج الواي لان الرقم الكبير تحت الواي. هقعد اعمل المقاسه دي في الامتحان؟ لا، بس انا بقول لك الخطوات عشان لو اوقفك في اي خطوه. اما انا اعمل ايه؟ لقيت ساين وكوزاين، اعرف ان العلاقه ما بين الساين والكوزاين كانت ساين اي انجل باور 2 بلس كوزاين نفس الانجل باور 2 ب 1، يبقى في بلس ما بينهم، يبقى مش هايبر بولا. امال هتبقى ايه؟ يا سيركل
يا الف، لان الايكويشن بتاعت السيركل هي اللي اكس ماينس اتش باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 ايكوال ار باور 2، والايكويشن بتاعت الالبس هي اللي اكس ماينس اتش باور 2 اوفر اي باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 اوفر بي باور 2 ايكوال 1. طب اعرف منين الالبس ولا سيركل؟ عن طريق الرقم اللي قبليه ده، لو الرقمين دول مختلفين اعرف ان ده الالبس، لو الرقمين دول زي بعض اعرف ان ده ايه؟ سيركل. طب بالنسبه للهايبر بولا، الهايبر بولا هلاقي الايكويشنز فيها سك وتان، لان انا قلت لكم في الاول انا في تو فورمز انا محفظهم اهم، سك اي انجل باور 2 ماينس تان نفس الانجل باور 2 ايكوال 1. طب هيجيب لي ازاي بتاعت السك والتان دي؟ هيجي يقول لي كده، بصوا هيقول لي اكس ايكوال اي سك، او بلاش تعال ناخد اكزامبل على طول، اكس ايكوال 5 سك تي بلس 3 واي ايكوال 2 تان تي بلس 6. خلاص طالما لقيت سك والتان انا اعرف ان العلاقه ماينس فتبقى هايبر بولا. ممكن يسالك على السنتر بتاعها ايه، تقول له 3 و6 معايا. طب عايز اثبتها، هدي هنا بالماينس فتبقى اكس ماينس 3، وبعدين اقسم على ال 5 عشان تخلي السك لوحده، وبعدين ده كده هيديك سك تي. طب انت عايز سك تي باور 2، اعمل باور 2 اون بوث سايدز، فتبقى سك تي باور 2 يكون اكس ماينس 3 باور 2 على 5 باور 2. جميل. طب نفس الكلام اعمله هنا، وادي دبل ماينس فتبقى واي ماينس 6 اوفر 2، عايزها باور 2 تبقى باور 2 هنا وباور 2 هنا، كل ده يكوال 10 تي باور 2. انا روت بيقول لي عندي، بيقول ان سك اي انجل باور 2 ماينس 10 نفس الانجل باور 2 يكوال 1، فتبقى اكس سك اي انجل باور 2 دي اللي هي اكس ماينس 3 باور 2 اوفر 5 باور 2، اكس ماينس 3 باور 2 اوفر 5 باور 2 اللي هو 25 ماينس واي ماينس 6 باور 2 اوفر 2 باور 2 اللي هو 4 ايكوالز 1. شكرا على كده. يبقى انا عندي اصلا في ماينس ما بينهم، يبقى دي ايه يا جماعه؟ يبقى دي هايبر بولا، السنتر بتاعها عكس ده وده. ولو عايز الاي باور 2 طبعا ب 5، الاي باور 2 ب 25 يبقى الاي 5، يبقى الترانسفيرس اكسس كله 2 تايمز 5 يعني 10، هنا البي باور 2 ب 4 يعني البي ب 2، يبقى الكونجوجيت اكسس كله 2 تايمز 2 ب 4. لو عايز طبعا القاسم بتوتس اقول له واي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف، واشوف هل هي اوبن ابورد ولا داونورد، اب وداو ابورد وداونورد ولا ليفت ورا. خلاص يا جماعه، خلاص. هل انا هفضل في المأساة دي؟ لا، زي ما قلت لكم لقيت ساين وكوزاين اعرف ان انت سيركل يا اليبس. طب اعرف منين سيركل ولا الرقم الكوفيشنت اللي قبل الساين والكوفيشنت اللي قبل الكوزاين؟ لو زي بعض اعرف ان ده سيركل، لو ديفرنت اعرف ان ده اليبس. طب لقيت علاقه ما بين السك والتان اعرف انت في هايبر بولا. خلاص خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، هقف هنا النهارده. انتوا بس سامعيني ولا لا؟ يا رب تكونوا بس تردوا على طول. لو اي سامعيني شاهد سامعيني. يا مستر سامعين تمام.